اهلا بكم من جديد مشاهدينا، نكمل كلامنا والمواجهه المرتقبه الاهلي والنجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي دوري ابطال افريقيا الافريكان تشامبيونز ليج. ولكن في البدايه برحب بضيفي الكبير الناقد الرياضي الاستاذ عبد الرحمن الشويخ. مساء الخير يا فندم، منورني. مساء الفل عليك يا استاذ محمد، وسعيد جدا ان انا موجود معاك يا فندم. انا الاسعد. الاهلي يواجه النجم الساحلي ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. في بعض الاقاويل قللت من شان فريق النجم الساحلي وقالت ان هو اقل فنين من فريق الترجي، على الرغم ان هو وجوده على صداره الدوري التونسي بنفس الرصيد من النقاط مع الترجي التونسي. كيف ترى هذه المقابله؟ الاول كيف ارى هذا التقليل يعني؟ نعم. يعني موضوع التقليل ده انا كنت يعني من ضمن الحاجات اللي انا حابب ان انا اتكلم فيها بشكل كبير جدا، لان انا مش عارف ايه الناس ليه بتقلل من فريق النجم. رقميا لو بصينا لفريق النجم في البطوله هنقول ان هو الفريق الوحيد حاليا اللي ما خسرش ولا مباراه في البطوله، ده رقم واحد. رقم اثنين اكبر فريق عامل معدل تهديفي، مسجل 17 هدف في 9 مباريات، يعني دون النظر للهدفين الاعتباريين اللي سجلهم في المريخ السوداني اللي احتسبوا له. انا اسف بس ده بدايه التدريب النادي الاهلي، الحصر طبعا على قناه النادي الاهلي شاشتكم، ودي بدايه الحوار ما بين الكابتن حسام البدري وما بين اللعيبه. زي ما قلت لحضراتكم دائما كابتن حسام البدري من اسلوبه الكثير من المحاضرات، كثير من الشرح للاعيبه النادي الاهلي، لان الشرح هو ده الاسلوب الحديث في التدريب، ان انا بشرح للاعيبتي كل السيناريوهات اللي من الوارد انها تحدث في خلال ال 90 دقيقه. استاذ عبد الرحمن، كنا بنتكلم ان في البعض يقلل من النجم الساحلي على الرغم من ان هو من الفرق القويه وانه لم يخسر حتى الان زي ما حضرتك قلت. كمان على المستوى الهجومي النجم الساحلي اكتر فريق مسجل اهداف على مستوى البطوله. نعم. مسجل 17 هدف في 9 مباريات، معدل 1.8 هدف في كل مباراه. اذا يعني فرقه محترمه دفاعيا وهجوميا. على المستوى الدفاعي نرجع تاني برضو على المستوى الدفاعي، اقل فريق دخل فيه اهداف في البطوله 5 اهداف مع الوداد البيضاوي المغربي. نعم. على مستوى خارج الارض مسجل 4 اهداف في 5 مباريات لعبهم خارج ارضه. اذا انت بتتكلم على فريق ايه اللي يخليك تقول عليه ضعيف؟ يعني اي انت بتقول عليه ضعيف، ايه السبب؟ ايه اسبابك؟ ايه الدوافع؟ اقنعني انه ضعيف. نعم. على المستوى المنتخب النجم الساحلي عنده 5 لعيبه اساسيين في تشكيله المنتخب. نعم. عنده ايمن البلبولي حارس المرمى. نعم. عنده الباك اليمين حمدي النجاز. حمدي النجاز ده من اهم اللعيبه. حمدي النجاز هو تقريبا السوبر ستار بتاع الفرقه، مع انه ظهير ايمن، يعني حاجة نادرة جدا ان احنا نلاقي ظهير ايمن باك يمين يبقى محتل هذه، واخد شهرة كبيرة وواخد شكل كويس. وعنده طبعا رامي البدوي اللي هو المساك، وبيلعب جنبه محمد عمر كونيتي، ده برضو مساك منتخب مالي. نعم. عندهم في النص محمد امين بن عمر، ده لعيب مركز 6 اللي هو الارتكاز، لاعب الوسط الارتكاز. نعم. وبيلعب جنبه بوكس تو بوكس اللعيب المتحرك حمزه الاحمر، وهو اعتقد الابرز، يعني اللعيب الابرز هو اللي بيسيطر على الامور، يعني حمزه الاحمر المايسترو. نعم. بالنسبه للتيم بتاعهم، فانت بتتكلم في 5 لعيبه اساسيين في منتخب تونس، وبتتكلم في الارقام اللي قلناها، باي شكل ضعيف ليه؟ يعني اللي بيقول كده يعني ايه الاسباب؟ هو متصدر الدوري مع الترجي، ما خسرش ولا مباراه في الدوري في الاربع مباريات. مش عارف يعني فكره ان هو ضعيف دي، هل هي كمين مثلا معمول بحيث ان انت بتحاول الناس توصل لا ضعيف ده مش عارف ايه، فالناس تبعد عن فكره ان هو يحصل مثلا شيء من التراخي او شيء من عدم الاستهانه بالخصم. فده من الحاجات اللي انا بصراحه يعني لفت نظري جدا، ومش عارف ليه الاسباب اللي بتخلي الناس تتكلم في نقطه ان فريق النجم الساحلي ضعيف. النجم الساحلي عمل تدعيمات كمان في فتره الصيف اللي فاتت، ضم محمد عمر كونتي، ضم عمرو مرعي، واسترجع محمد امين الشرميتي، وان كان هو يعني ايه اقل شويه من المكان عليه، هو يعني ما قدمش كتير للكره التونسيه، بدايته كنا متوقعين انه يبقى نجم كبير. طب خلينا ناخد استاذ عبد الرحمن التصريحات الكابتن حسام البدري اللي قال في المؤتمر الصحفي اللي هيكون معانا بعد قليل على شاشه قناه النادي الاهلي، ونبرز كلام حضرتك ان الكابتن حسام البدري قال احنا
بنؤكد على احترام المنافس وعلى صعوبة المباراة. المباراة صحيح ليست صحيح. سهلة. فريق النجم الساحلي من الفرق المحترمة. قال ان جاهزية اللعيبة على اعلى مستوى، الكل بنجهزهم. حسام عاشور هو اللي لسه لم يتأكد حتى الان جاهزيته، هيتم له فحص عشان يشوف هل من الوارد ان يكون له ادوار ولا لا. اعتقد ان هو هيبقى من يعني ده وجهه نظر الشخصيه، هيبقى صعب ان هو يبدا ان هو هيبدا. ايضا قال ان احمد الشيخ بسبب التقلصات اللي لسه بيعاني منها من الظهر هيبقى مستبعد من المباراه. وقال ان هذا اللقاء هيقام او هيبقى نتيجته على شوطين، الشوط الاول في تونس والشوط الثاني في مصر. جداً طبعا. نفس الكلام اللي قاله عن مواجهه الترجي التونسي. وقال حاجه مهمه جدا، ان فريق النادي الاهلي قعد في تونس عشان طبعا زياده التركيز، الدخول داخل الاجواء، طبعا السفر والرجوع في ظل اسبوع واحد هتبقى مرهقه بالنسبه للاعيبه، وايضا استغلال المعلومات المرتفعه دي لعيبه النادي الاهلي هيبقى عليها عامل مهم. كل هذه التصريحات تصب في ان مواجهه النجم ليس فريق سهل. زي ما قلت لحضرتك وزي ما انا باكد، انا بطبيعه شخصيتي شويه مش بحب ان احنا نفرط في التفاؤل ونعيش الناس اجواء غير حقيقيه. بحب دايما ان احنا نتعامل مع الامور بواقعيه ونحط كل حاجه في مقدارها وفي مكانها الصحيح. لازم نتعامل مع الامر ان انت بتلعب فريق محترم، فريق فيه لعيبه اصحاب خبرات، فيه لعيبه اصحاب قدرات خاصه يقدروا يغيروا مجريات المباراه في اي لحظه. لازم تبقى انا يعني متاكد تماما كابتن حسام البدر اتفرج على المباراه دي، على مباريات كتير للنجم الساحلي، وعارف كويس جدا جدا هيعمل ايه في المباراه ومقسمها. بغض النظر احنا بنحاول نجتهد ونحاول نقول اجايه ولا ازارو، ونقول مين اللي هيلعب مكان حسام عاشور، هشام محمد وفتحي ولا فتحي وهاني ينزل مكان فتحي. كل ده احنا مش مستقرين عليه. لأن حتى كابتن حسام البدري قال ان طريقه ادائي مع النجم قد تكون فيها بعض التغييرات، ممكن يبقى فيه تكتيك معين مخالف الى حد ما لطريقتي امام الترجي التونسي. وده برضو من الحاجات اللي كابتن حسام البدري بيركز عليها، انه ما بيبرسش كل اوراق. هو انا في تصوري يا استاذ محمد، الكابتن حسام البدري بطبيعه شخصيته هو مش يعني بيلعب دايما، ما مش مدرب مفاجآت. يعني المفاجآت هتبقى اضطراريه، لان انت حسام عاشور في حاله يعني مرضيه ربنا يشفيه يعني ويرجع سليم، اجبرت الكابتن حسام ان هو لازم يحط لعيب مكانه. انا يعني يمكن شويه عندي شعور ان الاصلح انه يبقى موجود احمد فتحي. يعني مش عارف الكابتن حسام هيعملها ولا هيبدا بهشام، لكن انا اعتقد ان هو كضمان لعدم المجازفه، وان انت بتلعب خارج ارضك ولسه عندك شوط تاني في القاهره وعندك مميزات اكبر للمباراه التانيه، فتحاول تامن النتيجه كويس. بخلاف ان احمد فتحي نفسه لعيب بيقدر يلعب بادوار دفاعيه وادوار هجوميه. طب انا ممكن برضو هقول لحضرتك حاجه تانيه، كابتن حسام البدري دائما بيحب في اللقاءات خاصه اللي بره ارضه انه يامن الحته من الاجناب، وعندهم بنجور وهم في لاعب منتخب غينيا بيلعب في الامام، وايضا عندهم الباكين اللي عندهم بيجيدوا الانطلاقات. فوارد ان يكون تفكيره ان هو يوقف الجبهات التونسيه عن طريق النجم الساحلي زي ما كان بيعمل هنا في القاهره، او مش عفوا في القاهره، في برج العرب وفي رادس، بوجود احمد فتحي في المركز يعني الباك اليمين. هو انا وجهه نظري شويه الناحيه الشمال في النجم اقل من الناحيه اليمين، فالناحيه اليمين فيها حمدي النجاز وقدام منه بنجوره. نعم. الناحيه الشمال احيانا يعني المفترض على ما التقارير التونسيه قالت ان المفروض هيلعب علي البريجي في الوينج ليفت. نعم. وده برضو يعني مش عارف المدرب هل هيعملها ولا مش هيعملها، وهيلعب عبد الرازق اللي هو غازي عبد الرازق اللي هو غازي عبد الرازق اللي هو الباك ليفت هو اللي هيبدا. دول اقل شويه من كلاعبين كجوده، هم يمكن غازي عبد الرازق دفاعيا شويه اعلى منه هجوميا، والبريجي لعيب جوكر بيلعب يمين ويلعب شمال ويلعب في مركز 10 تحت الاثنين راس حربه، بيجيد في كذا مركز. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي انا يعني هنتكلم عنها في فريق النجم، انه عنده
خيارات كتيره في اللاعبين، عنده مجموعه من اللاعبين يقدروا يلعبوا في عده اماكن. وبعد كل ده البعض يقلل يقول لك فرقه سهله يعني عندهم اربع او خمسه لعيبه ممكن يعني في مباراه القاهره بتاعه اهلي طرابلس حصلت في الباك الشمال غازي عبد الرازق اصيب، فاللعيب الصانع الالعاب ايمن الطرابلسي هو اللي رجع لعب باك شمال. باك شمال، فعنده من حتى الجاهزيه اللعيبه اللي انا ممكن العبه في اي مكان. بس بالزبط. انا برضو عايز اخد حضرتك سؤال قبل ما ارجع تاني معاك في الناحيه الفنيه. تصريحات المدير الفني الفرنسي اوبير فيلو كانت دائما بتتكلم على ان انا هلعب هكسب النادي الاهلي، احنا الاقوى واحنا اللي اقرب للفوز وتونس وسوسه والى ذلك. كاس مصر بدري تصريحاته عقلانيه الى ابعد الحدود، يعني انا دايما بياخد الماتش على شوطين، الشوط الاولاني في تونس والشوط الثاني في مصر، نفس الشيء اللي تحدث عنه عن مواجهه الترجي، خد برضو في اول تصريحاته حتى قبل لقاء برج العرب قال الماتش ده مش ماتش برج العرب فقط، ده فيه شوط تاني. انت رايك ايه في التباين اللي ما بين تصريحات المدير الفني الفرنسي وتصريحات كابتن حسام بدري؟ الاجواء بتفرض نفسها. فيلو عنده الجمهور بتاع النجم، جمهور بطبيعته متحمس وبيحب الاجواء دي. في جانب برضو جانب نفسي، محاولة ان انت تهز، عارف ان النادي الاهلي طالع من نشوة انتصار كبيرة على الترجي وعامل نتيجة كبيرة وعامل تأهل رائع، فطبيعي جدا ان هو بيحاول دايما من الجانب بيصير حماس فرقته، بيطمن جماهيره. في جانب نفسي كبير جدا في التصريحات دي، مش شرط ان هو يعني مش شرط ان ده يكون الحقيقة، دي محاولة منه وجانب نفسي كبير جدا بيلعب على فكرة ان انت يعني عشان موجود في تونس فبيقول التصريحات دي يحمس الجمهور اكتر. ده حضرتك تفسير هذا للجمهور واللعيبة، واللعيبة بيبث ثقة في لعيبته، نقدر ونكسب وما تبصوش لفريق الترجي، لا احنا نقدر كده، يعني في محاولة دايما منه ان هو يظهر قوة فريقه. وطبعا اللي لعب دور في ده الرأي العام اللي طالع بيقول ان نجم فريق ضعيف، فهو بيحاول يرد على ده، يعني بيلعب على الناحيتين، على ناحية الجمهور وعلى ناحية اللعيبة بتوعه. طب حضرتك شايف الرأي العام في تونس من 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 وسائل الإعلام ومن طبعا صحف وطبعا القنوات الفضائية والى ذلك، بعد فوز النادي الاهلي على الترجي الاحوال انقلبت، يعني هي كانت متحمسه اكثر بعد النتيجه الايجابيه اللي حققها الترجي هنا في مصر بالتعادل، وبرده كنا سمعنا او شفنا كلام مشابه الى تصريحات اوبير فيلو. ولكن الان وسائل الاعلام في تونس اصبحت متوازنه واصبحت تعطي النادي الاهلي حقه الذي يستحقه، هل ده هيبقى يؤثر على اداء او فكر لعيبه النجم الساحلي، خاصه ان هم عندهم لعيب عمرو مرعي لعيب مصري عارف كويس قوي امكانيات النادي الاهلي؟ هو الفوز بتاع الاهلي على الترجي عمل زلزال، وصل الامر ان رئيس الجمهوريه قابل رئيس النادي علشان يقنعه يستمر في منصبه وعايز يستقيل. ده حصل النهارده فعلا. نعم. يعني الموضوع مش الموضوع كبير، يعني مش زي ما احنا لان هم كان في يقين كبير جدا ان الترجي تقريبا اتاهل، يعني كان برضه يا استاذ معلش يا فندم استاذ عبد الرحمن، طب هو بناء على ايه هم ما قروش تاريخ النادي الاهلي؟ الم يواجهوا النادي الاهلي من قبل؟ الم يتعلموا الدرس؟ هي طبيعه شويه وجود فوزي البنزرتي كمدرب بيدي ثقه كبيره لاي فرقه، والاسماء والعناصر اللي كانت معاه هي اللي كانت مدياهم الثقه دي، فده الى حد كبير الجمهور بتاعهم كان واثق في مدربه واثق في لعيبته. النتيجه يعني لازم حضرتك برضو تبقى على يقين ان النتيجه كانت 2-2، نتيجه مش سهل ان اي فريق يرجع فيها، يعني لا و1-0 هناك وبنالتي والعوده داخل يعني المباراه، يعني انت في النهايه السيناريو ده معلش يعني سيناريو خيالي بالنسبه لهم، يعني كابوس مش سيناريو بالنسبه لهم، كابوس كبير جدا. يعني بقول لحضرتك يعني هو في اكتر من ان رئيس الجمهوريه يقابل رئيس النادي علشان يقنعه يستمر في منصبه، والمدرب عليه لغط وعليه كلام كتير واقيل وفي صحافه بتدافع عنه وبيقال ان في كان شرط في العقد بتاعه ان هو لو طلع من بطوله افريقيا ما يكملش،
ففي زلزال حصل في تونس. وده حقيقي يعني برضو الفوزي البنزرتي يتصدر الدوري التونسي مناصفه مع النجم، ولكن خسارته مع الاهلي ادت الى استقالته او اقالته. صحيح. وبعدين اصل فوزي البنزرتي ده يعني انا بالنسبه لي يعني اسطوره، راجل تاني العالم يعني مع الرجاء البيضاوي المغربي، وراجل بتجيبه من البيت لفريق بيكون حاله مش مظبوط وتقول له تعالى بيشتغل، وبعدين يعني ما شاء الله خبرات تراكميه كبيره، يعني راجل واخد دوري ابطال افريقيا سنه 94 مع يعني ما شاء الله تاريخ عنده عظيم. عنده تاريخ وعنده خبره. فده برضه يعني الضربه قويه يعني مش طيب. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وده شيء يحسب كابتن حسام بدري واخلاق ومبادئ النادي الاهلي. كابتن حسام بدري النهارده تحدث انه لم يقصد اي نوع من انواع الاهانات لجمهور الترجي الشقيق، وكان دائما العلاقه ما بينه وما بينهم على اعلى مستوى من الاحترام المتبادل، وبيحترم الجمهور التونسي، وكان في الكثير من الجمهور التونسي صراحه رحب بوجود النادي الاهلي ورحب بالكابتن حسام البدري، وان هو كان انفعالاته داخل اللقاءات انفعالات داخل كره القدم داخل، لكن لم يقصد اي اهانات لاي نوع من انواع الجمهور التونسي. راجل بيكسب ماتش كان فيه ضغط عصبي كبير جدا، كان فيه بعض من الحالات التحكيميه اللي بتستدعي رد فعل الى حد ما يكون انفعالي من المدير الفني، لان صراحه كان في قرارات كانت جريئه بعض الشيء، وايضا في بعض الفاولات اللي اتحسبت على ال 18 النادي الاهلي وهم بيجيدوا الضربات الثابته كل فرق تونس. فكابتن حسام البدري صراحه تكلم بمنتهى الادب في المؤتمر الصحفي عن هذا الشيء. ايه رايك في هذه التصريحات؟ انا هاخد التصريح ده لحاجه ثانيه. لسه من شويه كنت داخل على موقع تونسي فلقيت تصريح للسيد الدكتور جلال الدين كريفة نائب رئيس النادي بيقول سنعامل الاهلي بالمثل. فاحنا لما بنقرا يعني عنوان زي ده اكيد هنشوف ايه اللي حصل يعني. فالراجل قال ان احنا فتحنا الملعب للنادي الاهلي ملعب سوسه قبل المباراه ب 48 ساعه، ردا على اللي عمله معانا الاهلي في سنه 2007 لما فتح لنا الملعب قبلها. فيعني ده يظهر لك قد ايه العلاقه لما انت بتبادر بحاجه كويسه وبتصرف كويس ما بيتنسيش مهما مر الزمن، الناس هتفتكر لك الكويس زي ما بيحصل معانا حاجات كتير في افريقيا. هي دي اخلاق النادي الاهلي. يعني هي دي اخلاق النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما سباق بالصراحه، يعني التواصل بشكل محترم، يعني تلبيه او تسهيل الامور على الانديه الضيوف اللي بتيجي تواجه النادي الاهلي. انا ربطت بين الحالتين علشان اطلع بنتيجه، يعني في الاخر شوف انت قدمت حاجه محترمه فالرد كان عليك بالمثل. فده ده ده نموذج وقدوه ورساله بنوصلها للناس ان انت عامل ضيوفك كويس علشان انت هترجع لهم تاني، ولما ترجع لهم تاني هم لازم هيشوفوا انت عملت معاهم ايه وهيعاملوك بطريقتها. فالنادي الاهلي ادى نموذج ومثال واضح في النقطه دي ان هو قدم الكويس للنجم، وبالتالي زي ما احنا شفنا النجم رد الدين اللي عليه للنادي الاهلي. كلام الكابتن حسام البدري ده يعني استكمالا للكلام بتاع الكابتن حسام البدري، اللي بيحصل في المباريات احيانا ما نقدرش يعني انا ما اعرفش هو كان اللقطه دي اللي ظهرت للكابتن حسام البدري واللي حصل عليها جدل كانت واضحه لمين، حصل ايه، جرى ايه، في ايه، ما اعرفش، ما اقدرش اخد اي رد فعل او قرار او اقول اي حاجه عنها او تعليق مني عليها الا لما اعرف ملابسات ايه او في إيه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، يعني طبعا ما شاء الله حضرتك عندك خبرات كبيره جدا في متابعه الكوره. سير اليكس فيرجسون اتفرج على تعبيرات بعد لما نادي مانشستر يونايتد كان بيحرز هدف، ولو تفتكر الثلاثيه في 99 امام بايرن ميونخ وحينما عاد وسجل هدفين. هكلمك على مورينيو، هكلمك على سيميوني، هكلمك على جوارديولا، هكلمك على كونتي، هكلمك على يورجن كلوب. يورجن كلوب تحس ان هو بيلعب وبعدين ما تبقاش فاهم هو بيتخانق ولا فرحان ولا ايه، يعني كل هذه الامور صحيح. في داخل اداره المباراه طالما ما فيش اي اهانه الى المنافس ما فيهاش مشكله بالظبط. يعني انا في الاخر بني ادم وعندي ضغوط، يعني في الاخر من حقي افرح ومن حقي اتنطط ومن حقي اتبسط ومن حقي ان انا اسعد بنجاحي. ما تحرمنيش ان انا افرح بنجاحي، ما تحطش عليا قيود ان انا اعمل ايه وما اعملش ايه،
ما دام انا ما اساتش اليك، ما روحتش ناحيتك، ما وجهتش اليك اي اشارات ولا اي عبارات، يبقى انا بفرح لنفسي، ما بفرحش. انا مش بفرح بضايقك او بفرح ان انا بحاول اقلل منك، انا بفرح لنفسي ان انا عملت حاجه ونجحت فيها، ان كان في رهان معين، في سيناريو معين رسمته، وكان السيناريو ده مش متوقع او ما حدش انت ما كنتش متخيله. مش ذنب ان انت ما كنتش متخيله، انا اعمل اللي انا عايزه بما لا يسيء اليك. بالتاكيد. طب استاذ عبد الرحمن، انا في بدايه الانترو وتقديمي لحلقه اليوم كنت بتحدث ان العوده مره اخرى ما بين المنافسه على الصعيد الافريقي عاد بين النادي الاهلي وانديه مصر وانديه شمال افريقيا. كنت بتحدث ان في الثمانينات كنت بتواجه دول غرب افريقيا وكانت المنافسه كانت شديده امام الاشانتي، امام افريكا سبورت من الساحل العاج، ايضا عندك فريق ليفنتس من نيجيريا. الانديه وغرب وسط افريقيا كانت الاكثر منافسه لانها كانت منتخبات، ما كانش لسه الاحتراف. ولكن مرورا بالتسعينات الى الالفينات صعدت او ظهرت الانديه التونسيه وانديه شمال افريقيا، سواء الانديه المغربيه الانديه الجزائريه، ولكن الابرز المنافسه بقى لها فتره ما بين الانديه المصريه والانديه التونسيه، خاصه النادي الاهلي وانديه تونس. هل حضرتك تؤيد هذا الكلام؟ بنسبة كبيرة طبعا. الفترة اللي فاتت الكرة التونسية على المستوى الأفريقي بتشهد طفرة واضحة جدا، وليهم خطط واضحة وعجباني جدا. دايما عينهم كمان الانتقائية في اللعيبة الأفارقة، بيعرفوا ازاي بيجيبوا لعيبة أفارقة متميزين وبقوا سوق لينا، يعني احنا بنروح نشتري منهم اللعيبة اللي هم بيطلعوها. ده عاجبني جدا تخطيطهم وفكره ان هم يمكن قرب الدول الافريقيه منهم شويه ليه دور في النقطه دي. يعني احنا برضو بعاد عن حضرتك تتكلم ممكن على عامل اللغه؟ عامل اللغه ان هم بتعب، يعني بيجيدوا الفرنسيه واغلب دول افريقيا بتتحدث الفرنسيه. عامل اللغه والعامل الجغرافي، يعني هم برضو احنا بعيد اكتر عن، يعني هم اقرب مننا لدول الغرب الافريقي شويه، يعني يعني هم النيجر وتشاد يعني شويه الدول دي هتلاقيها قريبه منهم، وعندهم وكلاء لاعبين، يعني في مدارس كده، يعني بحس كده ان في شركات معينه شغاله في المجال ده بشكل كويس جدا، بتروح افريقيا بتعمل مدارس هناك وبتكتشف لعيبه وبتسوقها بطريقه فئات، يعني لعيب متميز جدا بيطلع اوروبا، لعيب اقل شويه بيجي على المستوى العربي. فبصراحه في تونس بحس ان هم خططيا اعلى مننا. انا صراحه انا كنت لسه هتحدث ايضا في البنيه التحتيه من ناحيه الملاعب، ملاعبهم افضل بكتير جدا. مش هكرن بمصر، مصر ما شاء الله الملاعب عندنا افضل ملاعب على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، من الافضل على مستوى الشرق الاوسط، مش هقول الافضل، ولكن بالنسبه لافريقيا مصر وتونس والمغرب والجزائر من ناحيه الملاعب والبنيه التحتيه دي من العوامل المؤثره. يعني حضرتك بتروح تلعب زاناكو في زامبيا وملعب كان بيقام عليه أمم إفريقيا، وتلاقي فيه حفر ونقط وبيجيبوا ألوان يحطوها علشان يبان إنه أخضر. نعم. لا ده أمر واضح جدا. طبعا هو في فرق كبير جدا يعني بين دول أفريقيا والدول شمال أفريقيا. يمكن كمان يعني احنا عايزين نبقى افضل، يعني مش بس كده، يعني احنا تطلعاتنا دايما لاوروبا بنبص لهم، بنبص عايزين نبقى زيهم، ما بنبصش للدول اللي هي اقل مننا. فحتى تونس بصراحه كمان في نقطه بخلاف اللي حضرتك ذكرته واللي انا بأيدك فيه تماما، نقطه النقل التلفزيوني في تونس. تونس عندهم تطور كبير جدا في نقطة النقل التلفزيوني، ويفوق النقل التلفزيوني الموجود في مصر بكتير، ومن زمن مش من دلوقتي. فبصراحة هم بيعرفوا يستعينوا بالخبرات وبيعرفوا يجيبوا اللي يفيدهم ايه. فللأمانة بالنسبة لي تونس بلد حضارية وبلد فعلا. يعني تخيل حضرتك لو النادي الأهلي في دولة تانية، هل كان يفكر يقعد الفترة دي؟ لا أعتقد هيبقى الأمور صعبة، ولكن هو برضو قرار الأعاد أو البقاء له كذا شق. الشق الأول شق السفر، إن أنا هرجع رحلة 3 ساعات ثم بعديها ب3 أو 4 أيام هرجع تاني رحلة، فهضيع يومين أنا كمدير فني أستفاد منهم صراحة من الناحية التدريبية، خاصة إن أنا بعمل معسكر قافل فيه على نفسي وبستعد إلى لقاء صعب. أنا بلاعب الدور قبل نهائي في دوري أبطال أفريقيا. الناحية التانية أيضا في
شق تكتيكي، كابتن حسام البدري عايز يتعود على الاجواء. طبعا في فوارق صحيح. في صحيح. المناخ تونس حتى صحيح. لو حضرتك تتفرج على التمرين دلوقتي ايوه تلاقي ان لعيبه النادي الاهلي كلهم لابسين سواترز ولابسين جواكت لان الجو هناك برد، وهنا احنا لسه الصبح انت كلنا بنشغل التكييفات، فدي من الامور صحيح. اللي بتبقى كانت يعني هتبقى مؤثره ان شاء الله مع النادي الاهلي. هو لا انا بالنسبه لي في سؤال بساله على المعارض، لان الاهلي يقعد، هو الاهلي لو كان جه كان حصل ايه؟ كان جه لعيبه خدت راحه يوم من السفر وبعدين رجعوا اتمرنوا وبعدين اعلنوا القايمه وراحوا سافروا تاني، طب ايه الفايده اللي انا عادت عليا من ان انا جيت؟ طب ما انا بصراحه يعني برضو شيء يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي الدعم اللي حصل في موضوع البقاء، لان طبعا الموضوع حتى مرهق ماديا، ولكن دائما مجلس اداره النادي الاهلي كان داعما للفريق. وجود صراحه المهندس محمود طاهر وقراره الجريء في رئاسه بعثه النادي الاهلي امام الترجي كان له تاثير كبير جدا. خلينا اقول لمشاهدينا النادي الاهلي غدا هيلعب بالطقم الازرق، نفس الطقم اللي لعب بيه امام الترجي التونسي. النجم الساحلي هيلعب بزيه الاحمر والابيض، الزي الرئيسي بتاعه. النادي الاهلي هيلعب بالطقم الازرق، شريف اكرامي هيلبس الطقم الرمادي، وحارس مرمى النجم الساحلي هيبقى بالطقم الاخضر. ده بعد طبعا المؤتمر الفني اللي بيسبق لقاء النجم الساحلي والنادي الاهلي. لسه عندي كلام كتير جدا والمواجهات الفنيه ما بين الكابتن حسام البدري واوبير فلود، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حديد. افريقيا يا اهلي، ان شاء الله النادي الاهلي بكره يكسب النجم الساحلي في سوسه ويبتدي ياخد خطوه مهمه جدا قبل لقاء الاياب. في البدايه طبعا برحب بضيفي الكبير الاستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي، شرفتني ونورتني واهلا بيك معانا. صديقي العزيز بسعد دايما بالتواجد معاك وسعيد ان انا موجود كمان مع صديق عبد الرحمن. ربنا يخليك. استاذ وليد، كنا نتحدث عن نادي الاهلي مواجهه النجم الساحلي، النجم الساحلي الفريق ليس بالسهل، ولكن اعتقد ان حتى مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا سواء من المجموعات كان بياخده بالتدريجي، كان اقوى مواجهتين بالنسبه له الهلال والمريخ، ولكن هم خلصوا على بعض وادوا له فرصه. ده حقيقي. هو يعني لو حبينا نبص على فريق النجم الساحلي او نتكلم عنه، هو محتاج استراتيجيه مختلفه شويه عن الترجي. يعني النجم من خلال المشوار بتاعه هو لسه ما خسرش في دوري ابطال افريقيا لحد دلوقتي، يمكن برضو ده نعزيه او نرجعه لسهوله المشوار، يعني ما نعتبرش ان كان قدامه صدمات عنيفه علشان نقدر نختبره فيها، اللهم الا صدام اهلي طرابلس، وبرضو اهلي طرابلس احنا بنعتبر صعوده لهذه المرحله مع انجاز الصراحة. انجاز طبعا انجاز. يحسب له ويحسب لكابتن طلعت يوسف ولاداره الفريق وللاعبين ان هم قدروا يوصلوا في ظل الظروف اللي عايشين فيها، وفي ظل ان هم شويه يلعبوا في تونس وشويه يلعبوا في مصر ومشتتين، يعني ده لازم نقول شابوه للاهلي طرابلس والكابتن طلعت يوسف طبعا مدربنا المصري اللي احنا بنعتز بيه. فاذا النجم الساحلي لسه لم يتعرض لاختبار قوي، لكن في المقابل النجم الساحلي فريق متماسك. كون انه ما خسرش ده يديك مؤشر ما انه عنده دفاع قوي. كونوا ان من خلال المتابعه لمشواره انه بره ارضه بيعرف يتعادل، يعني في كل المباريات اللي بره ارضه تقريبا اتعادل ما عدا الدور التمهيدي كسب وكسب المريخ. المباراتين التانيين كان قدام الهلال وفيروفيارو على ما اتذكر، فيروفيارو اتعادل فيهم بره ارضه. مباريات جوه ارضه بيعرف يكسب باستثناء مباراه الهلال، اعتقد تعادل 1-1. اذا احنا قدام فريق متماسك، يعني بيعرف يخرج من المباريات باللي هو عايزه، بيدخل مباراه عنده هدف، يعني فريق مش عشوائي، فريق بيروح يلعب بره ارضه علشان يتعادل وبيخلص جوه ارضه. يبقى الاستراتيجيه هتكون مختلفه شويه. في نقطة تانية مهمة كمان عند النجم الساحلي ولازم تكون في مخيلة أو في استراتيجية كابتن حسام البدري والجهاز الفني للنادي الأهلي، إنه طبعا فريق دفاعي قوي جدا. هو كسب 4 مباريات في الدوري التونسي لحد دلوقتي، هو أقوى دفاع في الدوري التونسي لحد دلوقتي. مش سهل تدخل في النجم الساحلي أهداف على عكس الترجي. الترجي كان فريق هجومي، فريق بيلعب دايما لقدام، فريق أضعف خطوطه هو خط الدفاع. ولما بيمتلك الكره فريق الترجي في منه خطوره، لكن انت لما تمتلك الكره او يكون عندك الرغبه الهجوميه، وده اللي لعب عليه كابتن حسام بدري في تونس تحديدا وخصوصا في الشوط الثاني كمان، قدر يستغل نقطه الضعف بتاع الترجي، لكن ده مش هتلاقيه بسهوله عند النجم الساحلي. يعني انت بتقصد وليد ان مثلا فلسفه فريق الترجي التونسي ان هو بيلعب مثلا دايركت فوتبول، بيبقى بيحاول ان هو يذهب الى المرمى بيهاجم،
عكس فريق النجم بيلعب مثلا على الكويك كاونتر او المرتد السريع او يلعب على رد الفعل. ده حقيقي. انت تحس في فريق الترجي مع طبعا التشكيله القويه اللي احنا اتكلمنا عنها وحللنا المباراتين بتوع الاهلي، ان الترجي عنده شويه غرور البطل، يعني الفريق واثق في نفسه زياده عن اللزوم، فلما الاهلي واجهه بذكاء ولما الاهلي لعب على نقط ضعفه ترجي انهار. لما الاهلي احرز هدف هناك في رادس ترجي انهار تماما، لانه ما كانش متوقع. يعني الاهلي دخله يعني ما كانش يتخيل ابدا فوزي البنزرتي ان النادي الاهلي هيسجل فيه في رادس، هو كان متخيل خلاص اخلص 2-2 المباراه منتهيه. فالفريق اللي عنده الغرور ده او الغطرسه دي لما بتكسره وبتجيب فيه هدف بينهار، على عكس النجم الساحلي. النجم الساحلي فريق عارف امكانياته، يعني النجم الساحلي مثلا انا متخيل ان حتى لو النادي الاهلي احرز فيه هدف في سوسه الفريق مش هيهتز كتير، يعني مش هتبقى عندهم مشكله وهتلاقيهم لسه متماسكين ولسه بيلعبوا. فاذا ده فريق صعب فنيا، لو جينا نحط في الميزان كفه الترجي الطب كتير، الترجي اقوى، لكن الـ على ارض الملعب من مثلا العناصر الفنيه، من لعيبه وسط الملعب، من لعيبه الفراوده، من القوام، ليه الترجي هو افضل من النجم الساحلي؟ افضل من النجم الساحلي، لكن الـ في الملعب على ارض الملعب النجم يتعبك فنيا. يعني انت ممكن تكسب الترجي بسهوله وممكن تخسر من الترجي بسهوله، لكن انت ممكن ما تخسرش من النجم، يعني ممكن النجم يخلص الماتشين تعادل رايح جاي ونشوف بقى مين اللي جاب على ارض التاني اهداف. فاذا هي مباراه صعبه. طب احنا معانا مراسلنا، مراسل قناه النادي الاهلي من تونس، امير هشام. امير مساء الخير واليك الكلمه، اوصف لنا ايه اخر اخبار كواليس النادي الاهلي. يا محمد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد تحياتي لضيوفك. طبعا في هذه اللحظات النادي الاهلي بيأدي مرانه الاخير هنا على الملعب الاولمبي بسوسه، وهو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه الهامه جدا في ذهاب دور نصف النهائي ما بين طبعا فريق النادي الاهلي وفريق النجم الساحلي. اكيد مران النهارده مران مهم جدا. طبعا كان في مع بدايه المران اجتماع من كابتن حسام البدري مع اللاعبين في ارضيه الملعب، وكل اللاعبين والجهاز الفني الخاص بالنادي الاهلي قروا الفاتحه. بعدها طبعا ابتدى المران على طول ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه. خليني اقول لك ان الجهاز الفني خلاص نزل بالاحمال البدنيه، خصوصا ان خلاص المباراه غدا، فبالتالي الفريق بيستعد من الناحيه البدنيه عن طريق طبعا انخفاض الاحمال البدنيه قبل هذه المباراه الهامه، تجنبا للاجهاد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك ايضا بمناسبه المصابين، طبعا متواجد حسام عاشور واحمد الشيخ في طبعا مران اليوم، لكن ما بيأدوش تدريبات. يمكن حسام عاشور في محاوله اخيره بتتعامل معاه في هذه اللحظات من قبل الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود، محاولات في حاله طبعا او محاولات من خلالها بيحاولوا ان هم يأهلوا حسام عاشور للمشاركه في هذه المباراه. لكن خليني اقول لك ان الامور يمكن صعبه شويه، صعب ان حسام عاشور يلحق المباراه غدا، خصوصا ان هي خلاص المباراه اقل من 24 ساعه وهتنطلق، فبالتالي حاله حسام عاشور ليست جاهزه ب 100%. يعني امير انا سامع صوت جماهير حواليك، ده صوت جمهور النادي الاهلي. بالنسبه لاحمد الشيخ خلاص خارج حسابات الفريق تماما في هذه المباراه، خصوصا ان هو بيعاني من تقلصات في عضله الظهر. هقول لك فيما يخص طبعا جماهير النادي الاهلي. يا ريت تقول لي هم عددهم قد ايه، كل ما يخص مران هل هيزيدوا بكره في المباراه ولا لا؟ الشيخ طبعا عنده تقلصات في عضله الظهر، فبالتالي مش هيشارك في هذه المباراه بشكل رسمي. خليني اقول لك ان في هذه اللحظات في بعض تدريبات الكوره، وبعديها ان شاء الله هيكون في تقسيمه مع نهايه المران. كابتن حسام البدري اكيد هيركز فيها على التشكيل اللي هتبتدي بمباراه الغد ان شاء الله. ده فيما يخص التمرين، لكن زي ما انت بتسال يا محمد ما يخص جمهور النادي الاهلي، وانتوا اكيد سامعين الهتافات جمهور النادي الاهلي. خليني اقول لك ان في حوالي 120 من 120 ل 150 مشجع اهلاوي متواجد هنا في استاد الاولمبي بسوسه قبل او في المران الاخير بالتحديد للنادي الاهلي، اللي شد من ازر لاعبي النادي الاهلي، تحميس لاعبي النادي الاهلي طبعا قبل هذه المباراه الهامه وضروره مواصله هذا المشوار الهام جدا من خلال بعض الهتافات، وهي ابرزها طبعا افريقيا يا اهلي، كلنا مستنيين بطوله افريقيا من النادي الاهلي، وده اكيد شيء مهم وشيء تحفيزي مهم جدا جدا قبل
انطلاق هذه المباراه. زي ما احنا متعودين جمهور النادي الاهلي دايما ورا الفريق في كل مكان، وده شيء ايجابي جدا بالنسبه للاعبين، بيدي دافع قوي بالنسبه للاعبين قبل مباراه مهمه زي دي، وخصوصا ان هي مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هي اكيد مباراه غايه في الاهميه. بالتالي التواجد اكيد كان مهم جدا من كل جمهور النادي الاهلي، ده بالنسبه لكل الاجواء هنا في ملعب سوسه. خليني اقول لك برضو يا محمد ان ارضيه الملعب جيده جدا، ارضيه الملعب معقوله، يمكن كابتن حسام البدري اشاد بيها نسبيا، قال الارضيه يمكن جيده. طبعا خصوصا مباراه زي دي لازم يكون كل العوامل متوفره ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه جدا ما بين الفريقين، وبالاخص من فريق النادي الاهلي يقدر من خلال هذه المباراه انه يحقق نتيجه ايجابيه ومرضيه قبل مباراه العوده ان شاء الله في القاهره. لو في اي استفسار يا محمد اتفضل معايا. طيب عايز اسالك، هل كان في جلسه ما بين الكابتن حسام البدري وهشام محمد؟ كنا سامعين ان في محاضرات كتيره ما بين الكابتن حسام البدري وما بين اللعيبه، هل كان في جلسات ما بينه وما بين هشام محمد، خاصه ان لو لا قدر الله طبعا حسام عاشور لم يشارك في لقاء الغد هيكون هشام محمد الاقرب بالنسبه للكابتن حسام البدري، هل شفت ده ولمسته حتى في التمرين؟ طبعا خليني اقول لك يا محمد ان تم تاهيل هشام محمد للمشاركه في هذه المباراه منذ اصابه حسام عاشور بالتحديد من يومين او ثلاثه، فبالتالي كابتن حسام البدري اكيد كان في كلام ودي ما بينه وما بين هشام محمد لتاهيله للمشاركه في هذه المباراه. ده بخلاف مشاركة هشام محمد في التشكيلة اللي يمكن هي اللي هتبتدي مباراة الغد إن شاء الله بشكل دائم خلال التقسيمة، وبالتالي ده طبعا إعطاء ثقة كبيرة لهشام محمد، خصوصا إن هو لاعب جيد أكيد ما فيش حد يختلف عن إمكانيات هشام محمد. أدى مباراة طيبة جدا في مباراة الترجي لما نزل الشوط الثاني، أكيد أدى بشكل جيد جدا، فبالتالي إن شاء الله هشام محمد جاهز بشكل كبير جدا لتعويض حسام عاشور في هذه المباراة، واكيد اي 11 لاعب يا محمد هيبتدوا هذه المباراه ان شاء الله هيكونوا جاهزين، هيكون عندهم اصرار كبير جدا ان هم يكملوا مشوار النادي الاهلي الافريقي، وان شاء الله هيكون عندهم اصرار كبير جدا ان احنا نحاول نكسب اول فوز لينا هنا في ملعب الاولمبي في سوسه. يمكن زي ما احنا عارفين النادي الاهلي ما كسبش اطلاقا فريق النجم الساحلي في ملعبه، فبالتالي ان شاء الله بكره خلي بالك ده دافع كبير جدا للاعبي النادي الاهلي ان هم يحققوا اول فوز ليهم او اول فوز للنادي الاهلي في ملعب سوسه، فبالتالي ان شاء الله نتمنى ان الفريق بكره باي 11 لعيب هيلعبوا او قائمه 18 اللي هتكون متواجده بشكل عام، اللي هيشارك واللي مش هيشارك اكيد كلهم عندهم حماس كبير جدا ان هم ان شاء الله يحققوا فوز من خلال مباراه الغد، وده كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين، هو طالب منهم ان احنا نكسب ان شاء الله بكره، مش بس نلعب على التعادل ولا حاجه، لا احنا ان شاء الله نكسب بكره عشان تكون خطوه مهمه جدا قبل مباراه العوده يا محمد. طب عايز اسالك على اخر اخبار حاله وليد ازارو، كنا سامعين ان كابتن حسام البدري برده اداله جلسات معنويه كبيره وكان بيديله دعم كبير جدا، عايز اشوف برده اخر اخبار كل لعيبه النادي الاهلي، عبد الله السعيد، صالح جمعه، علي معلول، مواجهه هتبقى تونسيه خالصه لعلي معلول مره ثانيه، الكلام اللي حتى ما بينه وما بين زمايله انه كل شويه هيلاعب زمايله في منتخب تونس، ايه اخر الاجواء ديت يا امير؟ خليني في البدايه بس اتكلم عن علي معلول. علي معلول هنا في تونس بشكل عام سواء في العاصمه تونس او في سوسه عنده شعبيه كبيره جدا من جمهور النادي من جمهور طبعا التونسي هنا بشكل عام في دوله تونس، بيحبوا علي معلول جدا وبالنسبه لهم هنا احد النجوم التاريخيه تقريبا في منتخب تونس، فبالتالي هو بيمتاز بشعبيه كبيره جدا هنا في تونس، اي مكان بيروح فيه او بنكون مع بعض فيه سواء بعثه النادي الاهلي بشكل عام، علي معلول بيلتقط العديد من الصور او الجمهور التونسي بيلتقط العديد من الصور مع علي معلول، هم بالنسبه لهم لاعب كبير جدا جدا جدا. طبعا علي معلول ايضا بيتكلم عن الاجواء مع اللعيبه، الاجواء بالنسبه لفريق النجم الساحلي، المباراه ممكن تبقى شكلها ازاي، مفاتيح اللعب او مفاتيح القوه بالنسبه لفريق النجم الساحلي، نقاط الضعف، هو اكيد لعب كتير جدا امام هذا الفريق، فبالتالي ده بالنسبه لعلي معلول. صالح جمعه، عبد الله السعيد بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، عبد الله السعيد بيتالق بشكل كبير جدا في التدريبات، نفس الحال بالنسبه لصالح جمعه، علاقته جيده جدا مع كابتن حسام البدري خلال التدريبين الثلاثه اللي فاتوا، في تعليمات مستمره من كابتن حسام البدري لصالح جمعه، فبالتالي ده يدل ان طبعا العلاقه جيده جدا جدا ما بين صالح جمعه وكابتن حسام البدري. بالنسبه بقى لوليد ازارو انت بتسالني عليه يا محمد، ده وليد ازارو خليني اقول لك ان في اقتناع تام جدا من الجهاز الفني وبالتحديد من كابتن حسام البدري بامكانيات
وليد ازارو، ممكن يكون ما يكونش موفق في بعض الكرات او ما يكونش موفق في احراز الاهداف، لكن ده ما يمنعش ان هو عنده امكانيات كبيره جدا جدا جدا. خليني اقول لك حتى اللعيبه عندهم اقتناع تام بوليد ازارو، ده يمكن شيء جيد جدا، كلهم بيتعاونوا معاه بشكل كبير جدا خلال المعسكر، الحديث ما بينهم ومن بعض دائم ما بين لاعبي النادي الاهلي وليد ازارو، خصوصا ان احنا عارفين صفقه جديده بياخد وقت ان هو ينسجم، لكن هو الواضح ان هو خلاص اصبح منسجم مع لاعبي النادي الاهلي. موضوع احراز الاهداف ده موضوع وقت ليس الا بالنسبه لوليد ازارو، واعتقد خلال المباراة الجاية هيقدر ان هو يحرز الاهداف ان شاء الله، مش بعيد بكره يحرز هدف مهم جدا للنادي الاهلي نتمنى من وليد ازارو. فبالتالي هو ايضا بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا، وفي اعتماد كلي من الجهاز الفني ومن كابتن حسام البدري على وليد ازارو خلال التدريبات وخلال المباريات زي ما احنا متابعين محمد. طيب امير، عايز اسالك اخر سؤال، الراي العام في تونس سواء من وسائل الاعلام او سواء من الصحفيين اللي انت بتقابلهم من نجوم تونس اللي انت قابلتهم عملت معاهم حوارات، ايه رايهم وانطباعهم عن مواجهه النادي الاهلي والنجم الساحلي في ذهاب نصف النهائي دوري ابطال افريقيا؟ طبعا هم عندهم انطباعات كبيره جدا عن النادي الاهلي، عندهم اراء ايجابيه كبيره جدا عن النادي الاهلي، خصوصا ان احنا عارفين النادي الاهلي محمد نادي القرن في افريقيا، وطبعا نادي معروف بامكانياته الكبيره جدا من الناحيه الفنيه في اي جيل بيكون متواجد في النادي الاهلي. فبالتالي هم دايما بيتكلموا على خطوره النادي الاهلي، بيتكلموا على امكانيات النادي الاهلي وقدرته على الفوز خارج ارضه بالتحديد، زي ما حصل مع فريق الترجي وزي ما حصل قبل كده ايضا مع الترجي في 2012 مع صفاقسي في 2006 وايضا في 2015 مع الترجي. فبالتالي النادي الاهلي سايب تاريخ كبير جدا وعلامات كبيره جدا هنا في تونس، فبالتالي هم اكيد متخوفين كتوانسه من مواجهه النادي الاهلي، شايفين ان المباراه هتكون صعبه جدا امام النادي الاهلي، خصوصا ان الفريق زي ما قلت لك بيلعب بره ارضه بشكل جيد جدا زي ما بيلعب في مصر. فهم طبعا عندهم انطباعات كبيره جدا ايجابيه عن فريق النادي الاهلي بشكل عام وعن بعض نجومه، هم طبعا عارفين نجوم كتير هنا في النادي الاهلي سواء عماد متعب، احمد فتحي، عبد الله السعيد، يعرفوا العديد من نجوم النادي الاهلي، فعاملين لهم حساب بشكل كبير جدا 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 قبل هذه المباراه. بشكل عام يا محمد خليني اقول لك الاجواء هنا في تونس او في سوسه بالتحديد اجواء كوره، يعني كله متاهب لهذه المباراه، كله مترقب لهذه المباراه، كله مستني صافره البدايه طبعا لهذه المباراه، خصوصا ان احنا ان شاء الله هنشوف مباراه من الناحيه الفنيه مباراه قويه جدا، لكن احنا نتمناها اقوى بكل تاكيد من النادي الاهلي يقدر من خلالها انه يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله من خلالها يواصل هذا المشوار الافريقي ومن ثم التاهل لنهائي هذه البطوله الهامه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. اشكرك شكر جزيل صراحه امير، تغطيه رائعه لكواليس النادي الاهلي لحظه بلحظه، وهنرجع لك اكيد ان شاء الله لما يكون عندك اخر المستجدات. اذا الحوار في تونس، الكل يتاهب لمواجهه النادي الاهلي امام النجم الساحلي، النجم الساحلي عنده نجوم كنا بنتحدث عليه استاذ عبد الرحمن قد تصنع الفارق معه، طريقه لعب دفاعيه ورد الفعل، ولكن بعتقد ان هو في ارض وسط جماهيره يعني الامور هتختلف. ولكن معلش انا هرجع تاني، جمهور النادي الاهلي يا جماعه مش ممكن يعني بيصنع الفارق في اي وقت، يعني 150 واحد او العدد اللي موجود في الملعب احنا سامعينهم حتى واحنا هنا مكسرين الدنيا، وده باين حتى على حماسه اللعيبه في التمرين. جمهور النادي الاهلي هو دائما اللاعب رقم واحد، جمهور النادي الاهلي دائما على مدار التاريخ هو المحرك الرئيسي لكل بطولات النادي الاهلي، وطبعا كلكم تتذكروا الدخله بتاعه النادي الاهلي روح الفلنه الحمراء شيء لا نفقده ابدا في لقاء الترجي التونسي، وكنتوا شايفين الرد على الدخله اللي عملها الجمهور الفريق الاخر، شوفوا الفرق، وفي الاخر روح الفلنه الحمراء هي اللي فازت في النهائي. استاذ عبد الرحمن معلش موضوع جمهور مش هقدر اسيبه قبل ما اخش في موضوع الفنيات. موضوع الجمهور ده بالذات لان ليا في، انا كنت قريت ان النجم مخصص 16000 تذكره للمباراه، 15000 لجمهور النجم و1000 تذكره لجمهور النادي الاهلي. الموضوع بصراحة يعني الناس اللي بتاخد على عاتقها ان هي تسافر وتروح تساند وتشجع وتتحمل عبء وتتحمل نفقات، يعني ده ناس دايما جمهور الكورة هو اكتر حد يستحق دايما نقول له شكرا يعني قبل اي حد، لانه هو الوحيد اللي دايما مش مستفيد حاجة غير انه هو بيحب ناديه وبيشجعه ومستعد يضحي علشانه بوقته وبجهده وبماله،
ويعمل اي حاجه في سبيل ان فريقه يكسب. فبصراحه يعني بحب اقول مش لجمهور النادي الاهلي بس، لكل جمهور بيعمل كده شكرا، لان الموضوع ده بالنسبه لي يعني مهم جدا، ان الجمهور دايما بطبيعته اكتر حد بيدي بدون مقابل. اكيد وليد، النادي الاهلي نتيجه تعادل هنا في القاهره في مصر في برج العرب 2-2، ورغم ان عندك الجمهور بيروح والوعي عاملين داخله روح الفلنة الحمراء شيء لا نفقده ابدا، وكانت لها مفعول السحر مع لعيبه النادي الاهلي داخل اللقاء حتى والنادي الاهلي متاخر، جمهور لا يهدأ. والله العظيم انت خدتها من على لسان، يعني كان في تخاطر ذهني بيننا. فكره ثقه الجماهير في فريقها اللي يتحمل كل ده ويصرف ويسافر ويتعب ويقيم في تونس ولسه مكملين من ساعه ورايحين ماتش الترجي وانت متعادل 2-2 وفرصك، يعني خلينا نعترف فرص الاهلي كانت الاقل، وعندهم الثقه دي وعندهم الحماس ده ويعمل دخله ويجهز ده جمهور، لا ودخله تعبر عن الهدف، ده ذكاء الجمهور. ما هو ده الذكاء، ان انت بتوصل الرساله الصحيحه في الوقت المناسب. كل الناس قالت شريف اكرامي اخطا في مباراه، شفت الجماهير عملت ايه مع شريف اكرامي؟ هي السبب ان شريف اكرامي كان متالق في الماتش اللي فات. الفريق ككل، الفريق ككل، المسانده اللي حصلت للفريق في التدريب اللي قبل السفر ثقه كبيره طبعا، ولازم نحيي الجهاز الفني للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي ان هي ساعدت ان الشكل ده يكون طبعا. طبعا طبعا ده يعني 60 70% من تاهل الاهلي صحيح. هو المنظر اللي احنا شفناه ده، والمجموعه اللي راحت دي يا جماعه يعني لازم نحييهم ولازم نقول لهم بجد شكرا على انكم بترجعونا تاني، او انتوا الحاجه الحلوه اللي في الكوره، الجماهير دي هي الحاجه الحلوه اللي في الكوره. ولازم بقى تاني من خلال قناه النادي الاهلي بنقول يا جماعه لو سمحتوا، الكوره المصريه والملاعب المصريه محتاجه جماهير بجد كفايه، يعني الموضوع بجد زاد عن الحد يا جماعه. الكوره ملهاش اي معنى وملهاش اي قيمه وملهاش اي روح، واحنا بنتفرج على فيلم صامت، احنا بنتفرج يعني على شيء ابعد ما يكون عن كره القدم. رجعوا لنا الجماهير. الصراحه رساله للمسؤولين، حضور الجمهور في ملعب التتش روح جديده انبثت في نفوس ال 11 مقاتل اللي ابتدوا اللقاء حتى اللعيبه البدلة. ادي الندى على شريف اكرامي، ومعلش معلش العب ما يهمكش، الراجل رجع تاني وقف على رجله. الصراحه جمهور النادي الاهلي هو ظهر النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو روح النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو في 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 اصعب لحظات النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيتاخر بهدف الدنيا ما بتقعش، التشجيع بيزيد لما بيكون عندهم ثقه ان ده هيحصل، وبيحصل وبيحصل. جمهور النادي الاهلي هو اللي بيخلي لعيبه النادي الاهلي تطلع اقصى ما لديها، يعني عبر التاريخ، عبر التاريخ تتحدث مع النجوم الكبار. بتكلم مع كابتن ربيع ياسين وبتكلم على احد المباريات نصف نهائي افريقيا في 86، النادي الاهلي بيلعب نادي الاسماعيلي ومدرج للنادي الاهلي برضو في ملعب الاسماعيليه، والنادي الاهلي متاخر بهدف في اول 10 دقائق، وضرب الجزاء للاسماعيلي والهتاف للنادي الاهلي والحارس تصد ضربه الجزاء، والنادي الاهلي يتعادل 1-1 بهدف لحسام حسن، والنادي الاهلي يتاهل وياخد البطوله. صحيح. ايه يا جماعه الجمهور ده؟ وانت شايف ما حدث في لقاء الترجي، وما احنا مش يعني على مدار ال 110 سنه الصراحه جمهور النادي الاهلي هو الدرع للنادي الاهلي. وقائع تقدر تحكي عنها كتير جدا بصراحه، يعني جمهور عنده ثقه غير عاديه في ان فريقه هيعدي وبيعدي، يعني ده شيء بالنسبه لي يعني ان انت يبقى جمهور عنده ثقه كبيره وبيتكلم بثقه كبيره ان فريقه هيعمل الانجاز وبيعمله، فبيفضل لحد الناس كلها بقت عارفه مثلا ان مع النادي الاهلي بتنتظر الحكم يطلق صافره النهايه علشان تقدر تقول الماتش خلص. طول ما الملعب ما اللعب فيه احنا يعني عايزين حلقات وحلقات علشان نحكي في في القصه دي. والاهلي بلس 90 طبعا يعني جماهير ليه دور في موضوع بلس 90. ثقه في كمان حاجه ارجع تاني اكد على النقطه اللي انت قلتها، ذكاء الرساله. يعني شوف الفرق بين دخله فريق الترجي اللي كانت سبب في استثاره صحيح حماس لعيبه الاهلي، يعني الدخله بتاعت جماهير الترجي اللي كانوا بالالاف في ملعب رادس دخلتهم كانت سلبيه على فريقهم وايجابيه لفريق الاهلي، وشوف جماهير النادي الاهلي ما كانتش عارفه الدخله بس عارفه الرساله بتوصلها امتى. روح الفانيلا الحمراء، هو ماتش روح مش ماتش فنيات، ماتش روح اولا وثانيا وثالثا، ثم كلمني عن فنيات بقى ومجريات مباراه وتبديلات الفانيلا الحمراء عليها لوجو النادي الاهلي، و
على اللوجو في مشاورة ان الكيان هو الاهم. فعلا جمهوره ده حماه فعلا على الحلوة والمرة، معاه كل كلمات اغاني جمهور النادي الاهلي مش بس تخليك تطلع اقصى ما عندك، ده انت تموت نفسك عشان خاطر الكيان وعشان خاطر هذا الجمهور العظيم اللي جايبينه لحضراتكم عشان تسمعوا اغانيه وتسمعوا اناشيده اللي بتمتعنا وتخلي لعيبه الاهلي بتطلع اكتر ما عندها على مدار التاريخ. هنرجع معلش موضوع الجمهور خدنا الى حد كبير، بس ده يعني دايما جمهور النادي الاهلي بيصنع الفارق في اي مكان وفي اي زمان. هرجع تاني هستاذنك بس فضل. في نقطه الجمهور برضو عايز اقولها، احنا الظروف السياسيه بتاعه مصر ما تختلفش عن الظروف السياسيه في تونس. نعم. بس هو في عندهم هم يعني شويه عندهم الناحيه التنظيميه اعلى هو مننا. قنن العوده الجماهير بالظبط. نعم. انا سنه 2013 كنت عملت حوار مع الاستاذ لطفي عبد الناظر رئيس نادي الصفاقس التونسي، فقال لي حاجه يعني ما كنتش واخد بالي منها. ادي الدخله بتاعه ماتش الترجي التونسي، انا اسف للمقاطعه ولكن ادي الرساله اللي بنتكلم عليها، ادي ال 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 الروح، ادي الكلام اللي فعلا بيحرك الحجر، ادي الكلام اللي خلى النادي الاهلي يتحدى المستحيل وتحدى انه يتاخر بهدف ويرجع مره ثانيه، شيء لا نفقده ابدا. روح الفلانه الحمراء وبص ماسك الايد ماسكه ايه؟ ماسكه شعار الكيان، هو ده جمهور النادي يا كابتن فاروق. يعني هي المنشطات ممنوعه في كره القدم لكن هي دي المنشطات الشرعيه. صحيح. هو ده المنشط الشرعي اللي محتاجه كل منشط فريق. الثقه. فالنادي الاهلي بيلعب بمنشطات لكن منشطات شرعيه، منشطات جماهيره. بصراحه ذكاء، وعي، روح، حب. النادي الاهلي جمهوره لا يعشق الا النادي الاهلي، الا كيان النادي الاهلي. طبعا لعيبه النادي الاهلي ونجومه عبر التاريخ بيبقى ليها دور، ولكن اللي بيحب النادي الاهلي بيحبه بمن حضر، وهو ده ابرز شيء بيميز جمهور النادي الاهلي صراحه عبر التاريخ. استاذ عبد الرحمن، نرجع بقى للنواحي الفنيه وطريقه لعب الترجي، عفوا النجم الساحلي. النجم الساحلي عنده اثنين ظهراء اجناب، حمدي نجاز طبعا من ابرز اللعيبه، الى حد ما ساعات بيلاعب عبد الرحمن غازي على الجانب الايسر، بنجوره وحمزه الاحمر وعمر مرعي، دول معالم هجوم فريق النجم الساحلي. كيف يواجه كابتن حسام البدري هذه التشكيله وهذه الطريقه؟ هو النجم الساحلي المعتاد ليه ان هو بيلعب باربع لاعبين مهاجمين، خلفهم اثنين لاعبين وسط واثنين والاربعه مدافعين، في طريقه يعني 4-2-3-1، دي طريقه اللعب اللي بيلعبها. ماشي استاذ عبد الرحمن، بس احنا معانا الزميل الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي طبعا بجريده الاهرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن محمد، تحياتي لحضرتك والدكتور وليد والاستاذ عبد الرحمن. تحيات طبعا الساده الضيوف لحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك ايه اخر اخبار طبعا بعثه النادي الاهلي وكواليس الصحافه التونسيه والراي العام التونسي عن هذه المواجهه الصعبه. والله طبعا بالنسبه للاهلي انا كده لسه حالا خلصوا على ملعب سوسه، واللعيبه قدام اهي بتتجه الى الاتوبيس الخاص بيهم هيرجعوا على الفندق. الصحافه التونسيه وشارع التونسي في تفاؤل كبير جدا لدى جمهور مدينه سوسه اللي هو بيشجع كلهم النادي، مش يعني حماس، عندهم تفاؤل كبير جدا بالفوز رغم ان وكانوا بيتمنوا مواجهه الاهلي وليس الترجي، لان رغم ان هم عارفين ان الترجي اقوى كان اقوى من الاهلي، مش يلعبوا بطوله سيتي الديربي الخاصه ما بينهم. تاريخيا ان احنا حظنا عالي على الاهلي، كان يكسبوا الاهلي في 2007 البطوله الافريقيه لشام الجريدي، الوحيد اللي خدوه في حياتهم كان 2007 في القاهره لما فازوا 3-1. وطبعا في حاجه كمان بتدعمه بيتكلموا عنها، ان ولا مره فاز النادي الاهلي في 6 مواجهات لعبها هنا في ملعب سوسه بعد الانتهاء. كذلك برضه صعب حظ فريق النجم الساحلي من خطوره النادي الاهلي او لعنه النادي الاهلي زي ما حتى كانوا بيتكلموا عنها، او كان زي ما بالظبط في ملعب رادس لما الاهلي قلب النتيجه من التي كانت في صالح الترجي في ماء برج العرب 2-2، وحتى هنا كان الشوط الاول انتهى تقدم لصالح فريق الترجي اللي قلب المعايير كلها وفاز في النهايه. هو من هذا السيناريو بحضرتك فريق
شكرا استاذ محسن منون. يبدو ان في طبعا انقطاع في الاتصال، برضه احنا بنكلم الراجل على الهاتف الدولي، وفي بعض الاوقات الشبكه ما بتبقاش على اعلى مستوى. واضح ان في مشكله في تونس، احنا حتى زمايلنا اكتر من مره بنحاول نتواصل معاهم، في مشكله في الشبكات هناك. بالتاكيد ان شاء الله هنعود ونتواصل معه. كنا بنتكلم ازاي كابتن حسام البدري يواجه طريقه لعب فريق النجم الساحلي. زي ما قلت لحضرتك، بيلعب النجم الساحلي بطريقه 4-3-2-1، بيعتمد 4-2-3-1 التوصيف الصح ليها. النجم الساحلي عنده الاثنين لاعبين محور الارتكاز، محمد امين بن عمر وحمزه الاحمر. دول حمزه الاحمر تقريبا هو الاساس بناء الهجمات، اللعيب اللي هو متخصص كل الكرات اللي على حوالين الصندوق هو متخصص فيها، سواء ركلات حرة أو كرات عرضية بيرفعها، كل الحاجات دي هو المتعاهد بيعملها، ودايما في الكرات العرضية بيلعبها على الزاوية البعيدة، على العارضة البعيدة، وحد بيقابلها. ده حمزة الأحمر مطلوب جدا ان حد يمنعه من التخطيط. انا كنت لسه هسالك، هل انت شايف ان مثلا خط وسط النادي الاهلي اللي ممكن هيبقى فيه عبد الله السعيد، هيبقى فيه هشام محمد، عمرو سوليه، دول الاقرب حتى الان في البدايه، هل من الموارد ان احنا نلاقي هشام محمد او عبد الله السعيد بيضغطوا على حمزه الاحمر عشان ما يقدرش يبني هجمات؟ هو ده مطلوب، بالاضافه لحاجه تعزز ده وتخلي من السهل، ان حمزه الاحمر بطيء، هو ومحمد امين بن عمر هما الاثنين لعبهم لعب يعني على مستوى دقيق، يعني بيمرر كويس، بيرجع كويس، في هدوء. تقصد ان هو عنده هدوء كده، لكن هو لو ضغطت عليه هتقدر تغلطه. في نقطة مهمة جدا، في مساحات دايما بتبقى ما بين لعيبة خط الوسط وخط الدفاع في نادي النجم الساحلي. النجم الساحلي بطبعه ما بيعملش ضغط، بيلعب دفاع متقدم، وده احيانا بيعمل له مشكله، بيبقى في ثغرات ما بين اللعيبه ما بينها وبين بعض، بتظهر قوي ما فين في الثغرات دي ما بين كونيتيه، محمد عمر كونيتيه، وما بين الرامي قلب الدفاع الثاني. فدايما يعني هم دخل فيهم في 4 اهداف، فيهم 3 ما بين الاثنين لعيبه بتمريرات ما بينهم الاثنين. وبصراحه برضو فريق اهلي طرابلس كان عنده العديد من الفرص. طب وليد، ده اخدك ان عندهم اللاعب حمدي النجاز من طبعا ابرز اللعيبه، وعندنا احمد فتحي، وفي مقارنه ما بين احمد فتحي واللاعب حمدي النجاز حتى بالارقام هتظهر ليا حضراتكم في الشاشه. لكن قبل ما تظهر المقارنه، شايف المواجهه هتبقى ازاي، والمقارنه ازاي ما بين احمد فتحي كظهير ايمن وحمدي النجاز؟ هو حمدي النجاز من مفاتيح لعب نادي النجم الساحلي، واحد اهم الجبهات اللي بتشكل خطوره، سواء بعرضياته لما بيكمل، هو بيلعب كويس تحت كظهير ايمن، وبيلعب كويس قدام كجناح، فهو بيعرف يلعب الدورين. هو عرضياته مظبوطه جدا، وعنده حته السرعه، وبيعرف يغطي، بيعمل تغطيه عكسيه كويس جدا، فهو محور لعب ومفتاح لعب بالنسبه لنادي النجم الساحلي. هنا بقى طبعا الناحيه الثانيه، لو اتكلمنا عن احمد فتحي، احمد فتحي يعني عارف، لو عايزين نوصفه نقول انه احد اعمده خيمه النادي الاهلي. يعني احمد فتحي جذر من جذور فريق النادي الاهلي، دايما حاله احمد فتحي بتفرق دايما مع فريق النادي الاهلي، ودايما احمد فتحي بتلاقيه في المباريات الكبيره والمباريات الصعبه، ودايما يديك المطلوب. يعني هو الاساس موجود عنده، يعني احمد فتحي عنده من احد اهم مميزاته، ودي مش موجوده في معظم اللاعبين المصريين، ان احمد فتحي دايما عنده حد ادنى. اللاعب المصري ممكن تلاقيه شويه فوق وشويه تحت، لكن احمد فتحي هو عنده حد ادنى داخل بيه، انت عارف ان في احمد فتحي، بيديك بقى في الماتشات الصعبه اللي هو الاوفر اللي انت ما تتخيلوش، زي ما عمل في نهائي كاس مصر، وزي ما بيعمل دايما في كل المباريات الكبيره. فانا شايف انه هيكون كدفاعيا دور كبير جدا على علي معلول في مباراه بكره. ومواجهه تونسيه خالصه، والاثنين بيلعبوا في منتخب تونس. طبعا، وهو علي تحس انه كده ايه، يعني لما بيروح تونس الاكسجين عنده بيعلى، طبعا وطنه، لازم نقدر ده ولازم نفهم ده. وهو فاهم طبعا ان هو طبعا خد مان اوف ذا ماتش، وعلى الرغم من الخطا اللي في ضربه الجزاء الاولانيه، انه عاد عاد وصنع هدف واحرز هدف، ودي حاجه مش اي لعيب يقدر يعملها، خاصه في مواجهه صعبه زي
لقاء الاهلي والترجي. هي دي شخصيه اللاعب الدولي المحترف. صحيح. يعني لاعب زي علي معلول طول عمره بيلعب في تونس ونجم من نجوم منتخب تونس ومحور لعبه، وتخيل كم الضغوط اللي كانت عليه قبل مباراتي الترجي، وخصوصا كمان ان كان في اشاعات كتير بتقول ان هو رايح الترجي والترجي مهتم بيه و و و كل الضغوط اللي اتعرض ليها في تونس وبيلعب بولاد بلده، ومع ذلك كان عنده كل الروح وكل الحميه ويطلع بالشكل ده ويجيب جون ويصنع جون ويبقى متالق ويروح اليمين يلعب اوفر ويكمل من الشمال يجيب هدف، عمل كل حاجه ممكنه في الكوره بروح. وشفنا الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا وشفناها في الهواء بتاع المباراه لما كان بيكلم رامي ربيعه في الفاول اللي كان في الاخر قال له ما ترفعش ايديك، يعني حتى مهتم بادق التفاصيل، هو عارف ان الحكم ممكن يدي ركله جزاء بسهوله، فشوف لحد فين هو مركز لحد اخر دقيقه في الماتش يقول له رامي ربيعه ما ترفعش ايديك عشان الضربه الحره لو جت في ايديك هيحسبها بينالتي. فده لعيب شخصيه، ده اللي محتاجه الفريق البطل. انت لما بتيجي تجيب لعيب تشتري لعيب ما بتشتريش لاعب مهاري وخلاص. ما ياما لعيبه مهاريه فشلت في اهلي وفشلت في فرق كبيره، لان منتخبات برضه طبعا منتخب تونس ولعب على اعلى مستوى طبعا. زمايلنا في تونس بيتكلموا ازاي عن شعبيه علي معلول وازاي الجماهير بتحبه هناك، فعلي معلول ليه دور كبير بكره لانه هيلاعب هيقابل جبهه قويه جدا، جبهه اليمين بتاعه نادي النجم الساحلي، هيبقى مطلوب منه دور هجومي كبير، هيبقى مطلوب منه تغطيه عكسيه عشان الكرات العرضيه، وهيبقى مطلوب طيب منه. طيب هاخدك بقى الى سؤال دايما انا وانت بنتكلم فيه، هل ترى ان الكابتن حسام البدري وبعد التالق اللافت الدائم من اجاي كراس حرب، هل يبدا باجاي ومؤمن ووليد سليمان عشان يامن باكاته في الجبهات اللي احنا قلنا ان في حمد النجاز وفي بنجوره وفي اللعيبه اللي الاطراف بتاعه النجم الساحلي اللي بيعتمد عليها المدير الفني اوبير فلودا المدير الفني الفرنسي، هل يبدا بهذا التشكيل وعبد الله السعيد ووجود هشام محمد والسوليه، ولا شايف ان يبتدي بازارو واجاي يبقى ورقه رابحه زي ما حصل في لقاء الترجي؟ استاذ انا عندي دايما قناعه ان اجاي راس حرب، سواء بقى دوره كان راس حربة سترايكر صريح او شادو سترايكر ويدي مساحات لعبد الله السعيد وللاجنحه، وبيعرف يعمل الدورين كويس جدا وشفناه، يعني ده مش محتاج لسه هنستكشفه في المكان ده، وبيحرز اهداف وده الاهم مهم. وتاني برضو بنقول في المباريات الكبيره اهداف مؤثره، اهداف مؤثره في المباريات الكبيره، هو بتاع المباريات الكبيره، وازاي نزل لك الشوط الثاني في المباراه اللي فاتت نازل مركز ونازل عارف، يعني انا متاكد ان اجهزك وبيبان من لمساته ومن طريقه استلامه ومن طريقه تمريره للكوره، هو نزل قاري الخط الدفاع بتاع الترجي، عارف هو هيقف فين، وعارف الكوره لما تجيله عرضيه هو عارف هيتحرك ازاي، لعيب مهاجم، هو عنده احساس منطقه الجزاء. فانا بفضل ان جاي يبدا كمهاجم راس حربه صريح، وليد ازارو محتاج ممكن الاهلي وغالبا الاهلي يحتاجه بكره في الشوط الثاني، وليد ازارو لما يقعد على الدكه، وليد ازارو لسه مرحلته جايه، لكن هو لما يعيش الاجواء من بره هينزل بنفس الفكر ده، لان وليد ازارو برده من المهاجمين الاذكياء، وليد ازارو لما ينزل بكره بلياقته العاليه بقوته واندفاعه وسرعته هيكون خلاص بدا دفاع النجم الساحلي يرهق شويه من الشوط الاول، لو نزل هو في الشوط الثاني او في اخر المباراه في اخر ثلث ساعه او اخر نص ساعه هو هيكون بقى بكامل لياقته، فساعتها هيفرق زي ما حصل في ماتش الترجي وجاله انفرادات في اخر المباراه لانه كان لسه محتفظ بلياقته على عكس نادي الترجي، ومع ذلك كان بيلعب من بدايه المباراه، ما بالك لو نزل بقى من في الشوط الثاني. انا شايف ان اجاي، انا متفق معاك اذا كان ده وجهه نظرك، ان اجاي يبدا كراس حربه وازارو يكون ليه دور في الشوط الثاني. طيب خلينا نخلي مشاهدينا برده لحظه بلحظه مع كل النتائج. النهارده كان في لقاءات في الدوري المصري، تعادل طنطا وبتروجيت في اللقاء الاولاني اعتقد 1-1، وفي اللقاء الاخر الداخليه بيحقق مفاجاه وبيفوز على مصر المقاصه بهدفين مقابل هدف، اعتقد ان مصر المقاصه تحتاج الى معالجه الامور مره اخرى مع الكابتن مؤمن سليمان. النتائج في تراجع ولكن اعتقد ان ممكن يكون بسبب الانتقالات وبسبب ان هو لسه بيحط رجله في فريق مصر المقاصه، فالامور غير متوازنه. ايضا هذا الى الدوري الانجليزي، ومانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي في ارضه وسط جماهيره، جوارديولا تفوق على كونتي بهدف مقابل شيء، احرز الهدف اللاعب كيفن دي بروين طبعا واحد من النجوم الكبار في الكره البلجيكيه وايضا في نادي مانشستر سيتي. ايضا مانشستر يونايتد تفوق اليوم في لقاءاته واصبحت خلاص المناصفه ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على صداره الدوري الانجليزي، وجوزي مورينيو وجوارديولا
وما كان يحدث في الدوري الإسباني صراحة إدى طابع جميل على الدوري الإنجليزي، طبعا من أقوى الدوريات بسبب وجود هؤلاء المدربين في إنجلترا، وده شيء يحسب لإنجلترا أنها جابت استقطبت هؤلاء النجوم. الكل الآن منتظر لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ماذا سيحدث ما بين جوارديولا وجوزي مورينيو. أرجع تاني للقائنا والنجم الساحلي، احنا كنت اتكلمت مع زميل طبعا وليد على هل يبدا اجايكا راس حربه وليد ازارو، عايز اعرف وجهه نظرك في هذه الطريقه. احنا قبل ماتش الترجي كنا موجودين مع بعض واحنا اتفقنا على المبدا ان اجايه هو اللي يبدا. نعم. وبرضه النهارده هنتفق برضه على نفس الفكره. انا هزود حته بس ان قلبين الدفاع بتوع النجم عندهم اكتر من مشكله. المشكله الاولانيه ان في ما بينهم وما بين بعض بيبقى في فراغ، في مساحه يقدر اي حد سريع جاي من ورا يجتازها. النقطه الثانيه انهم احيانا كتير بيلعبوا على مصيده التسلل ومحتاجين حد برضو يقدر يكون عنده السرعه يترد، عنده رد فعل سريع ويضرب مصيده التسلل دي بسهوله. النقطه الثالثه بالنسبه لي اجاييه يقدر يجي من تحت كويس اكتر من ازارو، سواء على لو من وينج وبيكسر على منطقه الجزاء ويقدر بشيء من المهاره ياخد ركله جزاء يعدي ويفوت يجيب جون، نسبه اهداره للفرص اقل. ففي مباراه في الاخر انت بتدور على النتيجه بتاعتها قبل اي حاجه. تقصد ان اجاييه حلوله اكثر بالظبط في الملعب، متعدد الحلول. نعم، يقدر ووقت ما تحتاج يعني في اي مباراه معقده الحل عندك موجود. اجاييه ينزل بيقدر بسهوله جدا انه يخلص لك كل التعقيدات اللي في المباراه لانه عنده عدد من المميزات المختلفه. هو ما تقدرش تقول عليه وينج تظلمه لو قلت عليه وينج، لانه مهاره الوينج ممكن تكون اعلى منه شويه، بس هو متفوق على راس الحربه انه مهاري عن راس الحربه العادي. هو حريف حرفنا صراحه يعني. انا من ساعه ايمانويل ومن ساعه اللاعب طبعا اوتاكا لو تتذكره، مفيش مهاجم افريقي جه مصر بالمهاره دي. لا طبعا لا. في مهاجمين افزاز طبعا، عندك فلافيو بيحرز اهداف بشكل جميل، ايفونا واجاييه حاجه تانية في المهاره الصراحه. اجاييه الستايل بتاعه استاذ محمد مختلف، بشعر ان 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 راس حربه حريف، دي حته ناقصه جدا يعني. راس الحربه الحريف غير راس الحربه الكلاسيكي اللي هو هجام ويقعد يهد في الدفاع. حتى هدفه لو تفتكر في الاتحاد من اجمل اهداف الدوري. انا معظم اهداف اجاييه بشوفها في الزمالك رايح جاي صراحه، احرز في الزمالك هو فعلا وبيجيب في الماتشات المهمه. نعم، ما بيجيبش جول عادي، بيجيب جول انت بتفضل تفتكره. نعم، بيقعد حتى في المباراه. هذا الهدف اللي يعني برضه اذا زمايلنا في الاخراج على طول، الهدف الاتحاد الاستلامه وعلى طول يعني الباكورد اللي عملها بشكل مميز جدا في اللقاء، من افضل الماتشات الاهداف اللي احرزت في الدوري صراحه. الهدف طبعا هيرجع مره ثانيه، مش اي حد يقدر يعمل كده بسرعه اتخاذ القرار. وبعدين لاي حد بيقول على اجاييه مش راس حربه يتفرج على ازاي جاب الجون ده، احساس بالمكان، ما هو ده راس الحرب يعني. هو لما بيبقى بره ال 18 يا وليد بتلاقيه واخد الكره ورايح على الجون، ده واحد عارف ان في الاخر هو عايز يعمل ايه وبيوصل، والاهداف اللي بيجيبها بتحس ان فيها بريق، لمسه مختلفه عن اي حد. هو احنا كان كابتن ميمي الشربيني، احنا كنا بنتكلم يعني تحت الهواء عن كابتن ميمي وعظمته، كان دايما يقول لك ايه، مواليد منطقه الجزاء. نعم. مواليد منطقه الجزاء هم اللي بيحسوا، اللي عنده الاحساس ده، عنده احساس المكان. هو العارضه في ظهره، الحارس في ظهره، بس هو عارف هو ان عارف هتروح في انهي زاويه. طب انا يا ريت بس هطلب من زمايلنا في الاخراج يجيبوا لي الهدف الثاني في ماتش الزمالك اللي احرزه، بس من بدايه الهجمه ازاي هو استلم بظهره للملعب وراح عاملها لعبد الله، وعملها ايه؟ ده عمل باس حوالي 50 متر او 40 متر برجل واحده بالشمال. بص هنا المهاره، يعني انا عديت لك المهارات بتاعته. وبعدين عبد الله طبعا لعيب ذكي قوي، راح وقف على الكوره وهادي ومستني اجاييه يجي له. الراجل لما جاله هتشوف اجاييه قبل ما يخش على الـ على الـ على السته عمل فنت عشان يبعد من الونش. بالظبط. وبعدين راح حاططها بالمهاره بقى بسنس مواليد منطقه الجزاء في الحته البعيده. هنا هيلخص لك كل امكانيات اجاييه كراس حربه لغايه لما زمايلنا يجيبوا هذا الهدف.
انت مقتنع ومؤيد ان اجاييكا راس حربه افضل لطريقه لعب النادي الاهلي طبعا، وافضل لشكل دفاع الترجي. وبعدين في ميزه كمان لازم نضيفها، قصدك النجم سوري النجم، في ميزه كمان لازم نضيفها لاجاييه، هو طبيعته كمان الشخصيه. ادي بدايه الهجمه، بص هو اللي استلم، هدوء مش طبيعي، هو اللي استلم وعملها. وبص هنا برضو ذكاء عبد الله لعيب ذكي قوي في الحته دي. استنى بص هو راح الاول ورجع وبعدين راح حاططها، ومش اي حد يحطها بالدقه دي، وهي الكره تحت رجليه يعني حريف. لا رجع خطوه ولا بعد الكوره ولا صلحها، الكوره تحت رجليه. اللي بيقال عليها في مصر كوره شراب. ايوه اللي هو بتاخدها يعني ده حقيقي. هو محطه بيلف باي حد من المدافعين. لما لعيب شوف التحرك الفنت اللي انت كنت بتقول عليه واضح جدا، راح ورجع تاني عشان يفتح لنفسه المساحه، والكوره تحت رجليه يعني شبه على الكره على الرجل الثابته في نص يارده يعني، ما اخدش، فتح لنفسه مساحه وزاويه رؤيه وحط الكوره. يعني لو بيلعب ضربه جزاء ما يعملهاش كده، مش قدامه ثلاثه. هو الصراحه في الكره العالميه لو جيت بصيت برضو للتوب سترايكرز اللي على مستوى العالم هتلاقيهم. طبعا احنا اجاييه بالنسبه لنا هو سوبر، لان طبعاً هو افضل فرود في الكره في مصر دلوقتي. ولكن لو اتكلمت على سواريز هتلاقيه عنده نفس مستوى الحرفنه، لو اتكلمت على اجويرو نفس مستوى الحرفنه طبعاً، لو اتكلمت على بنزيما اللي طبعا في ريال مدريد بيلعب عشان حرفنته، واخد بالك. هنا بقى هتبان اكتر الفنت، وهنا عبد الله سعيد لما وقف بالكوره وهنا راح عليهم خدهم لجوه وبعدين ضحك عليهم راح حاططها لهم في الثمانيات يعني كان مش هدف واحد، وميله شويه لناحيه الشمال عشان يدي قوه للكوره، وعارف ان الكوره تحت رجليه، فلو شاطها هو واقف من الثبات. شفت الميله دي، شفت الميله الخفيفه اللي ورا دي، هي اللي ادت القوه للكوره عشان تروح بعيده عن الشناوي. وفي هذا اللقاء هو اللي عمل الاسيست كمان للهدف الاول لوليد سليمان. اذا هو بيصنع، بيشارك في طريقه اللعب، وفي نفس الوقت بيسجل اهداف. اعتقد يا استاذ عبد الرحمن ان ده النموذج، مهاجم حريف، مهاجم المتطور كمان، ده المودرن سترايكر. يعني انا بطبعي بميل جدا لموضوع الموهبه والحرفنه بشكل كبير جدا، محلول لان المهاجم التقليدي، ما هو كان في حته كان بيقولها، بما اننا تذكرنا الكابتن ميمي الشربيني، افتكر برضو الكابتن اشرف شاكر كان بيقول حاجه مهمه جدا، ان اللعيب المهاجم الحريف مش مهم يلمس الكوره كام مره، المهم ان عدد اللمسات جاب لك منهم، انتج منهم ايه. صح، الكوره ما تفتقدش منه، بيكمل لك الهجمه، بيعرف يساعد زمايله، وبيعرف ياخد المكان الصح عشان يجيب الهدف. وفي الاخر انت هدفك ان انت تجيب جون، انت نازل تجيب جون. نعم. فالراجل ده بيجيب لك الجون، فانت بصراحه يعني انا شايفه حل نموذجي لمباراه بكره بنسبه كبيره، في التعامل كمان مع الحاجات اللي احنا ذكرناها بالنسبه لخط دفاع نادي النجم الساحلي، واللي سهل جدا بتمريرات من عبد الله السعيد او هشام محمد لو لعب، وهو او الاجناب أو سواء معلول او احمد فتحي، اي حد موجود بيمرر كويس ما بين قلبين الدفاع، ممكن نلاقي جونيور اجاييه مثلا انفرد مرتين ثلاثه. طيب عايز اسالك، اللي هيلعبوا تحتيه الجانب الايمن هل هيبقى مؤمن؟ الجانب الايسر هل هيبقى وليد او العكس؟ هل هيبقى ده الهدف طبعا الثاني في ماتش الزمالك، ودي كانت ضربه ركنيه ولكن عملوا فيها خدعه يعني عبد الله، ده التعليمات من كابتن حسام البدري، كان عبد الله السعيد واحمد فتحي، وادي عملها لاحمد، احمد استلم وعمل الاوفر على طول، بيعرف يقف صح عشان يحط صح، بياخد الخطوه، بيسبق تفكيره، بيسبق تفكير المدافع، فهي دي اللي بتفرق معاه. وعشان نكمل بقى، بما اننا عشان ندي للراجل حقه كاملا، السمات الشخصيه، جونيور اجاييه دايما مبتسم، دايما هادي جدا. يلعب وينج مفيش مشكله، يلعب راس حربه مفيش مشكله، يبقى بديل مفيش مشكله، عنده هدوء في التعامل، حتى شوف يعني ابتسامته، يعني احنا شفنا لعيبه افارقه كتير عندهم التنشن وتحت عائل. ضغط وتحت ضغط تحت ضغط ماتش الزمالك، قلما تلاقي لعيب بالمواصفات الفنيه اللي احنا قلناها وتلاقيه تكتيكي. طبعا وهضيف لكم حاجه، جونيور اجاييه اهلاوي من قبل ما يجي النادي الاهلي، اول ما جه النادي الاهلي اول حاجه بص عليها قال لك انا عايز اقابل حسام غالي وعايز اقابل عماد متعب. فبعض الساده الزملاء سالوه اشمعنى دول، انت عارفهم في نيجيريا؟ قال لهم انا بحب النادي الاهلي وعايز اقابل حسام غالي، عايز اقابل عماد متعب. وده بيبين لك كمان انه حابب الفنان، هو بس طبعا كمحترف هم
بيعرفوا يدوا طبعا حقوقهم كمحترفين ان هم بيبذلوا كل جهدهم، هو بيحب النادي الاهلي، هو عارف يتاقلم كويس وعارف يتعايش وسط زمايله وصنع حاله من يعني الحاجات يعني دايما بنقول غرف خلع الملابس بيبقى ليها دور كبير جدا في انتصارات وثبات اي فريق. واضح جدا يعني لعيب انت شايفه بيعمل ايه في الملعب اكيد هو مستريح وهو مبسوط ان هو موجود في المكان اللي هو فيه، فمش هتشوفه بالشكل ده وهو عنده مشاكل. راجل مبتسم، راجل هادي، راجل في اصعب الاوقات بتلاقيه بسهوله بيجيب جون وما عندوش مشاكل جدا خالص في اي حاجه. طيب عايز اخدك في حته اللي هيلعبوا تحتيه، هل يلعب وليد سليمان في الجانب الايمن ومؤمن زكريا في الجانب الايسر عشان الجانب الدفاعي اللي بيعرفوا يعملوه ودايما بيحموا الباكات، هل انت شايف ان ده الافضل؟ ده سؤال عجبني جدا يعني، لان انا من رهانات المباراه بالنسبه لي وليد سليمان يبقى موجود في الناحيه الشمال للنادي الاهلي. نعم. قدام علي معلول، لان يعني تقريبا المباراه كلها احنا هنقفل تلتين الملعب وهنركب. انت تفضل ان وليد يبقى في الجبهه اليسرى. الشمال قدام علي معلول علشان يبقى في وش حمدي نجاز. نعم. واللاعب الافريقي بنجورة. نعم. اعتقد انه سهل جدا. وليد سليمان من اللعيبه برضو اللي بالنسبه لي فيها حاجه مختلفه عن كل اللعيبه الحريفه اللي انا شفتها، انه لعيب حريف جدا على اعلى مستوى ولعيب مدافع بيدافع بشكل عظيم جدا. يعني يعني انا بالنسبه لي ويعني شايفه هو ومحمد ابراهيم لاعب الزمالك الاثنين الحالتين الشاذين في مصر للعيبه الموهوبه. نعم. لعيبه عندها القدره على الالتحام والقوه الدفاعيه بشكل مش طبيعي. وليد سليمان غير كده عنده شخصيه ما شاء الله رهيبه جدا، فكره ان هو سهل جدا انه يجيب جون، سهل جدا ان هو انه يعمل جون. يعني دلوقتي لسه عامل جون اقول لك جاي بتشوف يعني ويدافع لا لا لعيب برضو من اللعيبه اللي شايف انها ما خدتش حقها في الكره المصريه كما تستحق بصراحه. بصراحه يعني احنا دائما يعني بنشيد بوليد سليمان وحتى بزمايلنا دلوقتي عشان انت اتكلمت على هيجيب لك الجون بتاع الترجي لما شمس الراجل وعملها بشماله، يعني هو عنده حلول كتير. لعيب بصراحه، بس انت يعني تفضل وجوده في الجبهه اليسرى مش زي ما في اغلب الاوقات بيبقى في الجبهه اليمنى عشان يضم ويبقى رجليه الاقوى داخل الملعب. هو زي ما قلت لحضرتك تقريبا المباراه هتتقفل على الناحيه اليمين، هنشوف يعني مباراة لوحدها في الناحية اليمين، فالنادي الأهلي لازم يكون متحسب لكده كويس. وأصل يعني أفضل الحلول من وجهة نظري إن يبقى علي معلول موجود وقدام منه وليد سليمان، لأن حمدي النجاز وبنجورة تقدر تلعب عليهم دفاعيا وهجوميا، لأن الاندفاع الهجومي بتاعهم هتقدر ترمي كرات مع سرعة وليد صلاح أو وليد سليمان، يقدر بسرعة شديدة جدا ينقل لك الهجمة من ناحية تانية، يقدر ينطلق من ناحية تالتة، يقدر يوصل للجون في أسرع وقت ممكن. يعني في حلول كتيرة، يعمل باص لأجاييل أو موجود أو أزارو، عنده كم حلول برضو من اللعيبة متعددة الحلول والمواهب، ولعيب أنا شايفه لا غنى عنه في يعني بالنسبة لي علي معلول. وأنا مشفق جدا على علي معلول لأنه هو طلع من يعني مدعكة في مباراة الترجي، الحمل كله في المباراة كان عليه، دخل في مباراة تانية ساب إيهاب المباركي راح دخل على حمدي النجاز، فأعتقد أن برضو علي معلول لو لعيب تاني مش بشخصية علي معلول هيعاني معاناة غير عادية. فللأمانة يعني طيب وليد أسألك، هل تؤيد طبعا الكلام أن وليد هل هيبدأ في الجبهة اليسرى ولا يبتدي في الجبهة اليمنى؟ وطبعا هيبقى فيه، احنا اتكلمنا قبل كده على المواجهة بقى التونسية الخاصة ما بين النجاز وعلي معلول، واعتقد ان كمان وجود مؤمن او وليد هيبقوا هيقابلوا النجاز قبل علي معلول. هو انا متفق جدا مع عبد الرحمن ان وليد سليمان يعني تقريبا بعض. طبعا انت لو سالت اي حد يا جماعه وليد سليمان تفتكر ايه لوليد سليمان؟ هتلاقيه يقول لك ماتش الترجي في تونس، ماتش الزمالك في دوري ابطال افريقيا، ماتش مش عارف، كل الماتشات اللي وليد سليمان هتلاقيه يعني متالق فيها، هتلاقيه ماتشات كبيره، نهائيات، سيمي فاينال، ماتشات زمالك، ماتشات اسماعيل، يا كل المباريات الكبيره وليد سليمان دايما موجود. فهي دي برضو نرجع نقول شخصيه لاعب. وليد سليمان طبعا انا متفق مع عبد الرحمن انه يكون موجود قدام علي معلول في الجبهه الشمال، لان كمان في حاجه ذكيه جدا لعيبه الاهلي بيعملوها طبعا بتعليمات كابتن حسام البدري، ان بيحصل فيه تبادل مراكز سويتش. طبعا وفقا لمجريات المباراه ما بين مؤمن وليد، هما الاثنين، لان دي عندهم حلول تكتيكيه وحلول فنيه، ان مؤمن بيعرف يلعب في الجنبين، وليد بيعرف يلعب
بيلعب في الجنبين، فهم بيعرفوا يبدلوا مع بعض وفقا لبقى المجريات المباراه. وحتى لو وليد سليمان في وقت من الاوقات بيبقى جناح ايسر، هو لو هجمه طالبه انه يجري على وسط الملعب على القلب او على الجناح اليمين بتلاقيه موجود حتى يعني، من هو بيعرف يعني ياخد المكان الصح ويشوف الفروت فين وبيتحرك عليه بالظبط، وفقا لتحركات الفروت بتاعه والمدافعين بتوع الفريق المنافس. فوليد سليمان يبدا طبعا بالاساس في الجناح الشمال عشان يقابل الجبهه القويه اليمين بتاعه النجم الساحلي، وممكن يعمل السويتش وبرده يفرق معانا. احنا لسه شايفين برده ضربات ثابته بيجي لي ان هو يلعبها بشكل كويس، ولو جت ضربات ثابته من الناحيه اليمين هيبقى هو الابرز لان على عدلته كويس. بيحطها كويس جدا طبعا. في حاجه كمان مهمه انا عن نفسي اتكلمت فيها وكتبتها حتى على تويتر وفيسبوك قبل كده مع بدايه بعد فتره من تولي كابتن حسام البدري. الحاجه اللي الاهلي هيبقى محتاجها بكره جدا القوه في الالتحامات. كان في مرحلة اللي كان فيها شوية تذبذب في مستوى النادي الأهلي الموسم اللي الزمالك كسب فيه الدوري والكاس، كان في مشكلة عند النادي الأهلي أنا عن نفسي كنت ملاحظها جدا في الالتحامات. ما كانش فيه عند لعيبة النادي الأهلي خصوصا خط الوسط وخط الدفاع قوة في الالتحامات، دايما الانقضاض أصلا التحام واحد لواحد دايما المنافس لو داخل قوي بياخدها من لاعب النادي الأهلي. ده اتغير مع بداية تولي كابتن حسام البدري، بقى فيه قوه في الالتحامات عند لعيبه النادي الاهلي بدون عنف بدون عنف، وده في الكوره كلها كل العالم بيلعب كده. البرازيل قمه المهارات، برشلونه نفسها قمه المهارات، بتشوف بوسكيتس بيعمل انيستا اللي احنا بنقول ساحر وفنان بقى ما فيش مشكله بيدخل فده الاهلي محتاجه بكره جدا جدا جدا. ده عند وليد سليمان، ده عند سعد سمير، ده عند رامي ربيعه، بيعرفوا يلعبوا برجوله، بيلعبوا بقوه من غير ما المنافس ياخد خطا. فده النقطه دي مهمه جدا 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 بكره، من اول دقيقه لحد اخر دقيقه لازم يكون في قوه في الالتحامات. طيب دلوقتي عمرو السوليه الابرز في خلافه حسام عاشور في المركز اللاعب رقم 6 او الارتكاز الدفاعي الصريح، وجوده مع هشام محمد. هشام محمد من اللعيبه الحريفه اللي بتجيد انها تعرف تتحكم في سير الرقاء، ممرر جيد بشكل كبير جدا، يعرف يعمل لك تمريرات الى حد ما قريب من طريقه لعب حسام غالي. هل شايف ده هيبقى اضافه في طريقه لعب النادي الاهلي امام النجم؟ طبعا احنا خلاص بنتكلم ان حسام عاشور بنسبه كبيره جدا 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 هيغيب بكره، فاذا هنبص على عمرو السوليه. عمرو السوليه مبدئيا عمل الدور ده قبل كده في ماتشات كتير، كان بيكون هو وحسام غالي الاثنين الديفندرات بتوع النادي الاهلي، كان عمرو السوليه كان بياخد الجانب الدفاعي وكان حسام غالي بياخد دور البوكس تو بوكس وكان بيكمل. فاذا عمرو السوليه لعبه واجاده قبل كده، لكن طبعا مواجهه في سيمي فاينال افريقيا قدام النجم الساحلي بتحط ضغوط اكبر، بتحط مسؤوليه اكبر، وهنا منتظرين من عمرو السوليه انه يثبت انه لعيب كبير، وهو لعيب كبير. لكن 90 دقيقه بتاعت ماتش بكره محتاجين ان عمرو السوليه يطلع كل اللي اتعلمه في الكوره في منطقه نص الملعب بكره، لان هو ادواره هتختلف جدا. الاريحيه اللي كان بيديها له حسام عاشور بثباته وقفله للمنطقه مش هتكون موجوده بكره، هو بقى اللي هيكون موجود. بس انت قلت ان هو لعبها امام حسام يعني مع حسام غالي، فهو واخد على هذا المركز طبعا مش اول مره، وبعدين طبعا صراحه برضه هو معدل جري كبير طبعا طبعا. ما عشان كده بقول لك هو لعيب من اللعيبه الاذكيه، وهي بس شكل المنافسه مختلف. يعني هو عملها في الدوري، يمكن عملها في بعض ماتشات دوري ابطال افريقيا، لكن شكل المنافسه بكره مختلف. وهنا برضو ترجع يظهر بقى خبرات عمرو السوليه سواء مع الاسماعيلي او مع النادي الاهلي مطلوبه منه بكره. تواجد عمرو السوليه وتالق عمرو السوليه هيساعد جدا النادي الاهلي، لان لعيب زي هشام محمد عنده حلول كتير جدا. هشام محمد وعبد الله السعيد بكره تاكد ان هيكون في شكل هجومي كويس للنادي الاهلي. تناغم قصدك، انسجام اكتر؟ الانسجام هنشوفه، لان هشام محمد لسه ما لعبش بالشكل الكبير، لكن حتى لما نزل في الشوط الثاني ادى بشكل كويس ولعب بشكل كويس في الشوط الثاني من لقاء الترجي. فاذا الانسجام انا متاكد انه موجود، فده بالاشتراك مع عبد الله السعيد اللي هنرجع ثاني نقول هيكون للاسف الشديد مع كل الضغط اللي عليه والاجهاد وكل حاجه هيرجع عليه ادوار كبيره جدا بكره، ادوار بدنيه كبيره جدا. غياب حسام عاشور بيحط عليه مسؤوليه كبيره قدام الاثنين الديفندرات بتوع النجم الساحلي حمزه الاحمر ومحمد امين بن عمر، هم لعيبه دوليه ولعيبه عندهم خبرات ودوره الهجومي مش هننساه. فعبد الله السعيد وهشام محمد هيتالقوا لو عمرو السوليه تالق في مكانه. في نقطه مهمه كمان جدا جدا، ان الفلسفه والاستراتيجيه اللي كنا بنتكلم عنها
هتكون مختلفه عن مباراه الترجي في ايه؟ ان النادي الاهلي محتاج صبر بكره، النادي الاهلي مش محتاج خالص ان هو ينزل متسرع ويجري على قدامه وعايز يخلص و بالعكس الاهلي يعني لازم يستنفذ كل قدرات فريق النجم خلال المباراه سواء البدنيه سواء الفنيه، يعني معاهم لحد ما المنظومه تتفكك، يعني يصبر كتير ويمرر كتير ويباص كتير، والاهلي بيعمل ده كويس جدا، حته الباص كتير اللي احنا دايما مركز عليه، طريقه الاستحواذ والتحرك وانا معايا الكوره طبعا، ده اللي هيخلخل دفاع النجم الساحلي. كل ما تصبر اكتر كل ما هم يعني الضغوطات عليهم هتزيد وهيبداوا خطوطهم تتفتح اكتر، وساعتها بقى مهاراتك هي اللي هتفيدك. فلازم الصبر الصبر الصبر، لازم كل لاعب في النادي الاهلي يبقى عنده المبدا ده وهو نازل بكره، لان ده لو اتعمل بالشكل الكويس اعتقد هيصب او الدنيا هتمشي لصالح النادي الاهلي. طيب استاذ عبد الرحمن، هل ترى ان النادي الاهلي يبقى في نوع من التأني في طريقة اللعب في طريقة المواجهة؟ كلام الكابتن حسام البدري ان لسه في شوط تاني في مصر، الشوط الاول هيبقى لقاء الذهاب غدا في تونس، هل ترى ان الاهلي يبدا متأنيا ولا يبدا ضاغط ويحاول ان هو يسجل هدف مبكر؟ لا، هو مهم جدا الهدوء التام، خصوصا في ظل ان النجم بطبيعته وطبيعه لعبه ما بيجركش لسكه ان انت تسرع رتم المباراه، النجم بيلعب ما بيضغطش ما بيدفعكش، لا انت بيسيبك بتاخد راحتك تحضر كويس، فده مهم جدا. طول ما انت الكوره في رجلك وبتاخد وقت، انت يعني المطلوب منك الهدف بالنسبه لك ان انت تامن مرماك، يعني رقم واحد ان انت تامن مرماك ما يدخلش فيه الكوره، بعد كده التجويد، ورقم اتنين ان انت تسجل. لكن الاهم بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه دي ان هو يحافظ على نظافه شباكه، يمتلك الكوره اكبر وقت، يجاري النجم، يعني يخلي النجم يلعب بالطريقه اللي الاهلي عايزها، الاهلي ما يندفعش مع طريقه النجم، النجم هيساعد الاهلي كتير جدا في ان هو يعمل كده، متوقع جدا ان النجم بطبيعته غير الترجي تماما. طيب استاذ عبد الرحمن، في النهايه طبعا كنت سعيد بوجود حضرتك معايا وشرفتني ونورتني، وان شاء الله نشوفك تاني في استاد الاهلي ان شاء الله، ومتشكر جدا وسعيد جدا بان انا كنت موجود معاك النهارده، وسعيد بوجود الاستاذ وليد معايا. وليد، سريعا، تتوقع ان شاء الله ان الاهلي يبقى بكره نتيجه ايجابيه؟ اتوقع نتيجه ايجابيه ان شاء الله، انا متاكد ان النادي الاهلي مذاكرهم كويس وعارف هو هيعمل ايه بكره، شويه توفيق طبعا من عند ربنا، لو التوفيق موجود مع لعيبه النادي الاهلي اعتقد ان جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه هتسعد بنتيجه بكره ان شاء الله. وليد، شرفتني ونورتني، وان شاء الله نشوفك دايما معانا في الاستاد. اشكرك جدا، وباذن الله نبارك للنادي الاهلي غدا. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى في استاد الاهلي، طبعا لقاء مهم جدا وتغطيه خاصه صراحه بنجيب لحضراتكم لحظه بلحظه كل شيء بيحدث لبعثه النادي الاهلي في تونس. مستمرين مع حضراتكم استاد الاهلي بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.